خير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. النهاردة الحكومة هتبدأ فعليا وقف تخفيف الأحمال نهائيا، ده طبقا للخطة اللي كانت أعلنتها الحكومة المصرية والدكتور مصطفى مدبولي لإيقاف تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو. دي خطوة مهمة جدا وبتعكس فعلا رغبة الحكومة في إنها تخفف المشكلة، بس برضو خلينا نتفق إن إحنا كمان لازم نساعد في ترشيد الاستهلاك من خلال أمور بسيطة، يعني نحاول نطفي الإضاءة في الأماكن اللي محدش موجود فيها، نشيل فيش الأجهزة الكهربائية اللي مش شغالة، ده هينعكس على الاستهلاك وهينعكس كمان على فاتورة الكهرباء واللي بالتبعية طبعا كل ما نشيل الأجهزة اللي إحنا مش متعودين نستخدمها طول الوقت حتى لو كانت شاحن الموبايل هتفرق في الاستهلاك. طبعا وقف خطة تخفيف الأحمال هيكون على مستوى الجمهورية بالكامل، مش بس في مناطق وأماكن محددة. الدولة هتتحمل تكلفة هذه العملية ووقف تخفيف الأحمال من خلال الموازنة العامة ليها، وده اللي قاله وصرح به المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة بأنه تم توفير 1,200,000,000 دولار لعدم اللجوء إلى قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال في المستقبل. عايزين برضو نأكد على فكرة أنه مع إعلان الحكومة وقف خطة تنفيذ الأحمال وعدم أو تخفيف الأحمال وعدم انقطاع الكهرباء، وارد طبعا أن يحصل انقطاع كهرباء نتيجة مشكلة فنية في أي منطقة، وده بيحصل طبعا في مختلف الأماكن في العالم، لكن لو ده حصل هيتم التعامل مع المشكلة فورا وحلها علشان الخدمة تعود مرة تانية. احنا بقى طبعا محتاجين الكهرباء في أمورنا الحياتية كل يوم، محتاجين الكهرباء عشان الناس تشوفنا النهاردة طبعاً. عيد ميلاد التلفزيون، كل سنة طيبة منا، كل سنة وعيد ميلادك كمان النهاردة، كل سنة طيبة. النهاردة 21 يوليو، زي النهاردة 21 يوليو 1960 بدأ إرسال ماسبيرو والتلفزيون، زي النهاردة تحديدا الساعة 7 مساء بدأ الإرسال بتلاوة قرآنية لشيخ المقرئين المصريين محمد صديق المنشاوي، وبعد كده ظهر علينا الإذاعي الكبير صلاح زكي ليعلن مولد التلفزيون العربي. كل سنة وكل الإعلاميين وكل أبناء ماسبيرو بخير وإبداع، ودايما ماسبيرو زي ما بيقولوا كده مدرسة للفنون والثقافة وأهم مدرسة للتنوير في مصر والعالم العربي. 64 سنة تلفزيون، 64 سنة ماسبيرو، واللي جاي إن شاء الله يكون أكتر وأكتر وأحلى. كل سنة وحضراتكم طيبين، بنصبح على حضراتكم. صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. شكرا محمد. النهارده هنستعرض الاول كده مع بعض احوال المرور، وبعد كده هنبص بصه على الطقس. نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا من محافظه القاهره. شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه بسيطه جدا دلوقتي، مكمله لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو كثافات بسيطه. لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي ان في سيوله مروريه مكمله لطريق العروبه، وعند كوبري المطار في كثافات نسبة
النسبية هتبدأ تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق للي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات. كورنيش النيل اللي جاي من المظلات في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد. طريق الكورنيش بداية من المظلات في كثافات مرورية متحركة في الاتجاهين، سواء المتجه إلى مناطق وسط البلد وحلوان أو المتجه للمؤسسة وكوبري أكتوبر، برضو عليه بعض الكثافات خاصة في المنطقة من وسط البلد لغاية نزلة غمرة. لو رحنا محافظة الجيزة، شارع الهرم بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية واللي ظهرت في منطقة مشعل وفي شارع العشرين والحد الطلبية، وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. المحور للقادم من أكتوبر في كثافات مرورية قبل الدائري، ومستمرة الكثافات المتقطعة لحد نادي الزمالك، بعد كده بتنتهي. ده طبعا بعد توسيع كوبري 15 مايو اللي عمل استيعاب شديد للحركة المرورية. أما المحور للمتجه لأكتوبر فهيلاقي عليه سيولة مرورية، لكن إجمالي الحركة في الجيزة بسبب المحاور الجديدة اللي تم افتتاحها زي محور الفريق كمال عامر ومحور المهندس شريف إسماعيل وغيرها من المحاور اللي عملت سيولة مرورية كبيرة. لو رحنا محافظة المنيا هنلاقي إن في سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو مشينا على الطريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي في سيولة مرورية. طريق الشيخ فضل في سيولة برضو مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. أما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة والغير مؤثرة. أما الطريق الصحراوي الشرقي في كثافات مرورية بسيطة. هنكمل مع بعض جولتنا ونروح محافظة الشرقية. طريق الزقازيق منيا القمح فيه سيولة مرورية. أما الحالة داخل مدينة الزقازيق هنلاقي كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة والجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم. أما طريق أبو حماد للإسماعيلية فماشي بشكل كويس جدا ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه مستمرة الموجة شديدة الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وكمان في ارتفاع في نسب الرطوبة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 39، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 33. تفاصيل الطقس كلها معانا بس بعد شوية. اهلا بحضراتكم. نبتدي كالمعتاد باهم الاحداث والاخبار اللي معانا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصال هاتفي بالامس مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وقدم خالص التعازي في ضحايا حادث اطلاق النار بمنطقه الوادي الكبير بمسقط. وايضا جدد سياده الرئيس ادانه مصر لهذا الحادث الارهابي الاثم وتضامن الكامل مع السلطنه. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وصل إلى أكرا عاصمة غانا للمشاركة نيابة عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي. أخبار مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وتقدم الرئيس بخالص التعازي في ضحايا حادث إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير بمسقط، داعياً الله عز وجل أن يتغمد برحمته ضحايا الحادث الأليم وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، مجدداً إدانة مصر لهذا الحادث الإرهابي الآثم والتضامن الكامل مع سلطنة عمان في هذا الظرف وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الكيني ويليام روتو تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الرئيسان الطابع الوثيق للعلاقات بين الشعبين وتطلعهم للارتقاء بكافة مجالات التعاون ودفعها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتسق ومصالح البلدين الشقيقين وحرصهم على الحفاظ على النمط الحالي من التنسيق، اتصالاً بدور البلدين الفعال على الساحة الإفريقية وعمق العلاقات التاريخية اللي بتربطهم. امبارح وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أكرا عاصمة دولة غانا للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي التي من المقرر أن تبدأ اليوم بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الإفريقية. ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة ضمن فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي، وأن يعقد على هامش زيارته لغانا عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض المسؤولين في سبيل مناقشة جهود تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية بين بلدان القارة الإفريقية.
امبارح ايضا بعث الفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي برقيه تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بمناسبه الاحتفال بذكرى ثوره 23 يوليو لعام 2024. ايضا بعث الفريق احمد فتحي خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه ببرقيه تهنئه ممثله للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بهذه المناسبه. كان الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة. أيضاً أصدر الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة. امبارح عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماع بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لوضع جداول أعمال الجلسات التي ستعقد في الفترة القادمة وعلى رأسها جلسات الحبس الاحتياطي، كما سيتم وضع التصورات الأخيرة حول أجندة تلك الجلسات والمشاركين فيها. كان مجلس أمناء الحوار الوطني تقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولاً وازدهاراً. وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه هيتم وضع القضايا العاجلة اللي طلبتها الحكومة وهيتم مناقشتها بحرية كاملة زي قضية التحويل من الدعم العيني للنقدي ونظام الثانوية العامة الجديد. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. في محافظة الوادي الجديد تم افتتاح وتدشين خط إنتاج جديد لخام الفوسفات بأبو طرطور. أما في المنوفية فتم إطلاق مبادرة مشروعك اللي نفذت حوالي 43 مشروع للشباب بتمويل يصل إلى 18 مليون جنيه. وفي البحر الأحمر مطار الغردقة ومطار مرسى علم استقبلوا 24 ألف سائح من جنسيات متعددة على متن 124 رحلة طيران دولية. أما في المنيا تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 3800 مواطن ضمن قوافل حياة كريمة. أخبار كتيرة شهدتها المحافظات. في الوادي الجديد تم افتتاح وتدشين خط إنتاج جديد لخام الفوسفات بموقع أبو طرطور بقدرة إنتاجية 250 طن في الساعة بإجمالي 750 ألف طن سنوياً من الخام بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم أسطول فوسفات مصر من الكسرات اللي بتعمل على تنفيذ خطة الإنتاج الطموحة لإنتاج خام الفوسفات. أيضاً محافظة المنوفية أعلنت أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك ساهم في تنفيذ 43 مشروع تجاري وخدمي وصناعي وتوفير 99 فرصة عمل بتمويل 17 مليون و633 ألف جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة، وده ضمن جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج وبما يتماشى مع الخطط التنموية اللي بتشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية. في البحر الأحمر شهد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان بالبحر الأحمر وصول العشرات من رحلات الطيران القادمة من مختلف المطارات والعواصم الأوروبية، محققين بذلك أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع. وأظهرت جداول الوصول بالمطارين وصول قرابة 24 ألف سائح من جنسيات متعددة على متن 124 رحلة طيران دولية. كمان أعلنت محافظة كفر الشيخ الانتهاء من أعمال رصف امتداد شارع سنترال قلين البلد ضمن الخطة الاستثمارية بمسطح 7000 متر مربع باعتماد مالي قدره 3 مليون جنيه، ويأتي هذا ضمن مشروعات برنامج الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025. أيضاً أعلنت محافظة المنيا توقيع الكشف الطبي بالمجان على 3800 مواطن بقريتي صفت الخمار وطهنشة التابعتين لمركز المنيا ضمن خطة القوافل العلاجية اللي بتنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة وتوعيتهم بمشاكل المجتمع مع تقديم خدمات علاجية شاملة ومتكاملة من أجل حياة صحية كريمة. محافظة الشرقية أكدت أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 592704 طن و498 كيلو قمح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة، وده مع تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.
جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أعلن تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة أولاً بأول ورش الشوارع بجميع أحياء المدينة ضد الحشرات الطائرة والذباب والبعوض والناموس، وده بالتنسيق مع وحدة مكافحة الحشرات وإدارة البيئة ومديرية الصحة باستخدام سيارات تحمل أجهزة الضباب والرزاز للقضاء على ظاهرة انتشار الحشرات الطائرة حرصاً على سلامة سكان المدينة من الإصابة بالفيروسات. محافظة البحيرة أكدت تنفيذ أعمال رصف كورنيش رشيد بطول 1.3 كيلومتر وبتكلفة إجمالية 15.8 مليون جنيه، وده ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 مع بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقات. ونصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه مستمرة الموجة شديدة الحرارة وأن الطقس هيكون شديد الحرارة ورطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة وعلى كل السادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 39 بتتخطى ال 40 في معظم المحافظات، يعني استمرار الموجة الحارة مع كمان ارتفاع نسب الرطوبة، تفاصيل بقى مع حضرتك. بالفعل احنا الموجة شديدة الحرارة اللي بنشهدها يمكن من نهايات الاسبوع الماضي مستمرة معانا زي ما الخرائط والتوقعات أمامنا بتشير إنها مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي. طبعا درجات حرارة مرتفعة أعلى من المعدلات الطبيعية على أغلب مناطق الجمهورية بقيم متفاوتة. أيضا اليوم وغدا تعتبر أو نقدر نطلق عليها أنها ذروة الموجة بارتفاع حوالي درجة لدرجتين عن الأمس، وبالتالي اليوم زي ما حضرتك قلتي متوقع ان اعلى درجة حرارة نوصل ليها على القاهرة خلال فترات الظهيرة هتكون 39 درجة مئوية، طبعا بيتم قياسها في الظل، وبالتبعية كافة مناطق الجمهورية اليوم وغدا يمكن بتسجل اعلى درجات حرارة خلال الموجة الحالية. مناطق من السواحل الشمالية هتوصل عليها العظمى اللي يتم تسجيلها لحوالي 35 درجة وهتوصل ل 45 على المحافظات الجنوبية، فعلا ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية. مستمر معنا طبعا الارتفاع ده زي ما أشرنا حتى نهاية الأسبوع الحالي. لو اتكلمنا عن سبب الموجة الحالية زي ما دايما بنقول هو تأثرنا بشكل كامل بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي بيفرض سيطرته على مصر بشكل كامل وبيجلب كتل هوائية قادمة من مناطق شديدة الحرارة، طبعا مع وجود نسب كبيرة أو عالية من الرطوبة على كافة مناطق الجمهورية، بالإضافة لوجود عامل مهم جدا وهو امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. كل العوامل دي مع بعضها بالتأكيد بتكون هي السبب في ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل. أيضا بيساعد في إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بالنسبة لارتفاع نسب الرطوبة هو هدوء سرعات الرياح. يمكن على مدار اليوم والغد هيكون في هدوء كامل وسكون لسرعات الرياح خلال ساعات النهار، ودي هتكون من أهم العوامل اللي هتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة وهتخلينا نحس بدرجات الحرارة على القاهرة وكأنها أكثر من 40 درجة مئوية. كمان في فرص للشبورة المائية الخفيفة اللي بتكون خلال ساعات الصباح الباكر، لكنها مش بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية بشكل كامل، لكنها على كل حال موجودة، بتبقى موجودة تقريبا من بعد وقت الفجر وحتى وقت سطوع الشمس، وبمجرد طلوع الشمس بتبدأ تتلاشى بشكل تدريجي. كمان عايزين نشير انه من يوم الثلاث تحديدا هيبدأ يحدث بعض فرص الأمطار الخفيفة والغير مؤثرة على مناطق من أقصى جنوب مصر عند الحدود الجنوبية المصرية، بنتكلم مثلا على أبو سمبل ومناطق من حلايب وشلاتين. أيوة. بداية من يوم الثلاث هيكون عليها فرص لأمطار خفيفة ممكن تحصل بنسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز 30%، لكنها على كل حال فرص موجودة، بالإضافة إنها ممكن يكون معها إثارة لبعض الرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من هذه السحب.
حتى لو ما حصلش أمطار على المناطق الجنوبية ممكن فعلا تشهد أيضا إثارة للرمال والأتربة نتيجة تساقط الأمطار على مناطق من شمال السودان، والرياح بفعل الرياح هتبدأ تحركها شمالا علشان تدخل إلى الحدود المصرية. ده يمكن إجمالا حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الحالي إن شاء الله. طيب يعني هل الرياح المثيرة للأتربة دي هتكون برضو موجودة معنا في القاهرة؟ لا، القاهرة طبعا والمناطق الشمالية الجمهورية مش هتتأثر بده خالص. هو سبب الأمطار الخفيفة دي أو الصيفية، يمكن البعض يستغرب يقول إزاي في أمطار بتكون في أنا كنت لسه هسأل نفس السؤال. هو الحقيقة الأمطار الصيفية اللي بتحصل في مصر هي بتكون فرص أمطار ضعيفة جدا وخفيفة، وبتكون نتيجة وجود ما يسمى بالفاصل المداري. في خط أو شريط وهمي يسمى الفاصل المداري، ده بيتذبذب حوالين خط الاستواء على حسب كل فصل من فصول العام. خلال فصل الصيف الخط ده بيكون شمال خط الاستواء، يعني بيكون في السودان، وده بيكون بسبب التقاء الكتل الهوائية الشمالية الجافة اللي بتكون قادمة من مصر وبتمر على شمال السودان. بتلتقي الكتل الشمالية الجافة دي مع كتل هوائية رطبة قادمة من خط الاستواء أو من الجنوب. عند التقاء الكتلتين دول مع بعض بيبدأ يحصل تكاثر للسحب الممطرة والرعدية، ودي بتكون هي سبب الأمطار الموسمية الغزيرة اللي بتكون موجودة حاليا على العديد من المناطق الموجودة في جنوب إفريقيا. يعني هنلاقي أمطار الفترة اللي جاية دي غزيرة على مناطق من السودان وإثيوبيا، وبالتالي أطراف السحب دي بتبدأ تتقدم شمالا، بتبدأ تدخل عندنا في الحدود الجنوبية على جنوب مصر بالتأكيد، وبتكون هي سبب الأمطار الخفيفة. ولأنها طبعا أمطار رعدية بيكون معاها هواء هابط بشكل كبير جدا من أسفل هذه السحب على أرض صحراوية سواء جنوب مصر أو شمال السودان، بتؤدي لإثارة قوية للرمال والأتربة. عشان كده قلنا حتى لو ما حصلش أمطار على جنوب السودان على جنوب مصر، هيكون عندنا على جنوب مصر إثارة للرمال والأتربة نتيجة الرياح الهابطة من السحب دي على شمال السودان، وبفعل الرياح هتبدأ تتحرك بيها شمالا علشان تدخل بيها إلى جنوب مصر أو الأقصى جنوب مصر عند أبو سمبل زي ما قلنا ومناطق من حلايب وشلاتين. طيب دكتور محمود، بالنسبة لحركة الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأحمر؟ طبعا هي بتشهد اعتدال تام، حركة الملاحة البحرية سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر اعتدال تام في حركة الملاحة البحرية. ارتفاعات الأمواج سواء على البحر الأحمر أو المتوسط لا تتجاوز 2 متر. الارتفاعات دي بتخليها مهيئة تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، كمان مهيئة أمام المصيفين وأمام المصطفين على الشواطئ خاصة مننا في فترة أجازة. السواحل الشمالية دايما درجات الحرارة فيها حتى وإن كانت أعلى من معدلاتها الطبيعية ضمن الموجة الحالية، إلا أنها بالتأكيد هي الأقل مقارنة بباقي مناطق الجمهورية. ارتفاع نسب الرطوبة بالتأكيد على السواحل الشمالية هو الأعلى، لكن حتى مع ارتفاع نسب الرطوبة على سواحلنا الشمالية بتظل السواحل الشمالية هي الأكثر لطفا أو الأكثر اعتدالا من حيث درجات الحرارة ومن حيث الأجواء المعتدلة تماما. كمان خلال ساعات الليل السواحل الشمالية الأجواء فيها بتكون معتدلة جدا، بتكون درجات الحرارة الصغر اللي بتم تسجيلها خلال ساعات الليل في حدود 23 درجة مئوية، طبعا مقارنة ب 28 و29 بتسجلها القاهرة الكبرى، وأكثر من 30 درجة بتسجلها محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات الليل. وبالتالي السواحل الشمالية الأجواء فيها معتدلة تماما، أما شواطئ البحر الأحمر وفيها أيضا اعتدال في ارتفاعات الأمواج، لكنها بتدخل من ضمن المناطق شديدة الحرارة واللي تتجاوز فيها العظمى خلال ساعات النهار إلى 40 درجة مئوية. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي كده نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. متوقع القاهرة يكون العظمى فيها 39 والصغرى 28 والعاصمة الإدارية 40-27، الأسكندرية 35-25 والعلمين الجديدة 34-25، مطروح 33-24 ودمياط 34-27، بورسعيد 35-27 والإسماعيلية 41-25، السويس متوقع فيها العظمى تكون 41 والصغرى 25 والعريش
37-24، أما كاترين 34-20، وطابة 39-28، حلايب 37-31، شلاتين 42-30، شرم الشيخ 41-31، أيضا الغردقة 41-31، الفيوم 41-24، بني سويف 41-25، الوادي الجديد 44-24، وأسيوط 42-26، سوهاج 43-27، إنا 44-27، الأقصر 44-28، وأسوان 45-30. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة، وطبعا ياريت ناخد احتياطاتنا بما ان احنا بنمر بموجة حارة، يعني ياريت كل الاحتياطات من تجنب التعرض المباشر لدرجات للشمس، وطبعا في أوقات الظهيرة تحديدا نحاول ان احنا يبقى معانا مية. كل الإرشادات اللي بتقول لنا عليها هيئة الأرصاد الجوية ياريت نتبعها. دلوقتي هنرجع مرة تانية لمنة ومحمد لمتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هنا. شكرا. إقبال جماهيري كبير في المعرض الأثري قمة الهرم حضارة مصر القديمة، واللي أقيم في مدينة شنغهاي بالصين، ووصل عدد التذاكر المتباعة لغاية يوم الافتتاح ل 250 ألف تذكرة. زي ما احنا شايفين على الهواء دلوقتي، المعرض بيضم حوالي 787 قطعة أثرية بتمثل عصور مختلفة في الحضارة المصرية القديمة، تقديم وجه مصر المشرف والحضاري في الصين. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر ونروح الصين مع حضراتكم ونشوف ردود الأفعال على معرض الآثار المصرية في شنغهاي من الإعلامية الصينية فيحاء وينغ اللي بتنضم لينا عبر تطبيق زوم. صباح الخير أستاذة فيحاء. صباح النور ومرحبا. أهلا بيكي. يعني بداية حابين نتكلم عن ردود الأفعال واستقبال هذا المعرض، معرض الآثار المصرية بشنغهاي. أيوة، منذ الساعات الأولى لافتتاح هذا المعرض حظي بإقبال جماهيري غير مسبوق في الصين، وحاليا نحن في العطلة الصيفية، لذا رافق كثير من الآباء والأمهات أولادهم إلى زيارته، وفي يوم الافتتاح كنت أتابع البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني والذي قام به متحف شنغهاي من أجل تقديم عرض لهذا المعرض الرائع، وأكيد يعجبني كثير كثير. أكيد. طيب أنا عايزة أعرف منك أستاذة، إزاي الإعلام وإزاي الصحافة الصينية رصدت الحدث ده؟ التغطية الإعلامية الصينية كانت عاملة إزاي؟ نعم، يعني نحن الإعلامات الصينية خاصة بلغة العربية نهتم بهذا المعرض بالغ الاهتمام، أولا لأن مدينة شنغهاي من المدن العريقة، وهي أيضا من المدن المليونية في سكانها والمليونية في عدد زوارها سواء من الصين أو من دول العالم المختلفة، نظرا لأنها من أبرز وأكبر محطات ترانزيت في الصين، لذا من المتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعرض المليون الزائر. وجدير بذكر أن هذا المعرض على الرغم من أنه ليس الأول من نوعه في الصين إلا أنه الأكبر منذ عام 2003، كما أنه سيساهم بشكل كبير في الترويج للمقصد السياحي المصري، لا سيما منتج السياحة الثقافية. صحيح. في سوق الصين الذي يعد أحد أهم الأسواق المستهدفة، وإنه أيضا سيشجع السياحة الثقافية الصينية باتجاه مصر، كما سيحقق مراده من كافة النواحي سواء التبادلات والعلاقات الثقافية أو الاستثمار المباشر عن طريق زيادة أعداد السياح والإشغال السياحي الصيني في مصر. يعني وبما له من أهمية قصوى وبما تريه الصين من اهتمام بالغ بالحضارة المصرية، سيسهم بشكل كبير. صحيح. في تعزيز التفاهمات الشعبية بين البلدين.
بالنسبة للتفاهمات الشعبية، يعني الحضارة الصينية هي حضارة قديمة وعريقة مثل الحضارة المصرية، ودائما الشعب الصيني يقدر الحضارة المصرية، يعني في مقدمة السياحة الثقافية إلى مصر تأتي السياحة الصينية. نريد أن نتحدث معك عن ردود أفعال الجمهور والشعب الصيني، أبرز التعليقات على هذا المعرض الذي يضم يعني قطع أثرية تمثل مختلف العصور المصرية القديمة، كيف كانت أبرز التعليقات؟ في أي الأجنحة كان هناك إقبال أكبر من جانب الجمهور الصيني؟ طبعا إن هذا المعرض يثير رغبات وإرادات الجماهير الصينية لزيارة مصر، مثل نهر النيل والأهرامات العظيمة وكل شيء يعني في مصر يعجب الشعب الصيني، مثل يعجب الشعوب العالم. وبالنسبة إلي يعني لاحظت أن أصدقائي وزملائي وأقربائي خلال هذه السنوات لديهم خطط لزيارة مصر، مثل القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر، يعني لكل هذه المدن المختلفة مناظر متميزة ساحرة. ويعني طبعا نحن نعتقد أن المناظر الجميلة في مصر ستترك يعني تترك انطباعات رائعة طوال حياتنا. أكيد علاقة بتربط الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية القديمة، إن الاتنين من الدول اللي عندهم عجيبة من عجائب الدنيا السبع القديمة موجودة، وفي اهتمام ثقافي سواء كان عند الشعب المصري بالحضارة الصينية أو كان عند الصينيين بالحضارة المصرية. المعرض فيه ثلاث قاعات، كل قاعة متقسمة إزاي والإقبال الجماهيري عليها إيه؟ نعم، إن هذا المعرض طبعا معرض كبير وجذاب بالنسبة للشعب الصيني، خاصة يعني بعد 3 سنوات فيروس كورونا. نحن يعني لدينا إرادة ورغبة شديدة في زيارة المعارض المختلفة في العالم كله، خاصة للحضارات العريقة مثل حضارة المصرية. أعتقد أن التبادلات بين مختلف الحضارات سيعزز القمم الإنسانية بين مختلف الشعوب. أكيد أرض الفراعنة، أسرار سقارة، عصر توت عنخ آمون، القاعات الثلاث الكبرى داخل هذا المعرض، ودائما توت عنخ آمون الفرعون الذهبي بيكون يعني محط أنظار كل عشاق الحضارة المصرية القديمة، كيف تفاعل مع مقتنيات توت عنخ آمون الجمهور الصيني؟ يعني كما أعرف معظم الزوار لهذا المعرض في الصين، هذه أول مرة لهم لمشاهدة الآثار المصرية الحقيقية من مسافة قريبة مثل هذا، يعني فرصة سانحة جدا. فطبعا يدهشهم كثيرا كل الآثار المعروضة في هذا المعرض، وخاصة يعني نعتقد أنه رمز لقوة مصر الثقافية، يعني لمصر آثار قوية في مجال الثقافة والحضارة في العالم. أكيد يعني كما ذكرت هذا المعرض بيدل أو بيؤكد على الحضور المصري الثقافي وقوة مصر الثقافية. بنشكرك على كل هذه المعلومات الإعلامية الصينية فيحاء وينغ، والحديث عن المعرض الذي أقيم في مدينة شنغهاي الصينية للأثار المصرية القديمة.
ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة هتحصل النهاردة، البداية من مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية اللي هيعقد مؤتمر صحفي في الساعة 3 عصراً بالمنطقة الشاطئية لإطلاق شارع الخدمة الصحية لتقديم الرعاية والتوعية الصحية لكل حضور المهرجان ورواد الساحل الشمالي وأهالي المنطقة، واللي هتكون على أعلى مستوى بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار وعمر الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القائمة بمهرجان العالمين. النهاردة كمان هيتم فتح باب التقدم إلكترونياً لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التابعة لجامعة الأزهر اللي بتتطلب ذلك، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي لكل طالب وطالبة. التقديم هيستمر حتى مساء الجمعة الموافق 2 أغسطس 2024، كما أن الكليات المعنية باختبار القدرات هتبدأ في استقبال الطلاب بداية من الحد الموافق 28 يوليو لأداء الاختبارات، على أن تنتهي هذه الاختبارات في 23 أغسطس 2024. أيضاً النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الداخلية، هيتم التقديم في كلية الشرطة للحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية للعام الماضي حتى 15 أغسطس، على أن يكون التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية، وده مع تقديم تيسيرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أبرزها طباعة كتيب يحتوي على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، وبيتم تسليمه ضمن ملف الالتحاق، وبيتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة. عشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة كمان مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 31 من الدوري المصري. هيلتقي المصري مع المقاولين في تمام الساعة 5:30، وهيلتقي أنبي مع زد في تمام الساعة 9، في نفس التوقيت هيلتقي الداخلية مع الزمالك. النهاردة هيبدأ رسمياً وقف انقطاع الكهرباء وإيقاف تخفيف الأحمال، ده في إطار الخطة التي قدمتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال اعتباراً من الأسبوع الثالث من شهر يوليو. النهاردة هيبدأ رسمياً وقف انقطاع الكهرباء في مصر وإيقاف خطة تخفيف الأحمال، وده في إطار الخطة اللي قدمتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق بإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء اعتباراً من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري. هنلاقي كمان الحكومة حريصة على التدخل المساهمة في التخفيف من وطأة هذه الأزمة اللي بيعاني منها المواطن، علشان كده تم استيراد شحنات كبيرة من الوقود اللازم لتشغيل المحطات. يوم الأربعاء الماضي الدكتور مصطفى مدبولي قال إنه تابع على مدار الأسبوع اللي فات الموقف يومياً مع الوزراء على الأرض، بعدها أكد وصول الشحنات بانتظام وفي التوقيتات المحددة ليها، وبالتالي تم اتخاذ قرار إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية خلال فترة الصيف اعتباراً من اليوم الحد 21 يوليو الجاري حتى منتصف سبتمبر المقبل. لكن مع إعلان الحكومة وقف خطة تنفيذ الأحمال وعدم انقطاع الكهرباء، إلا أنه من الوارد حدوث مشكلة في منطقة ما بسبب درجات الحرارة العالية لخروج محول عن الخدمة في منطقة معينة، وده بيحصل في أي دولة في العالم، ومن الوارد حدوث انقطاع للكهرباء بسبب مشكلة فنية في بعض المحولات، وفي حالة حدوث أي مشكلة في الكهرباء الفترة اللي جاية هيتم التعامل معاها وحلها عشان تعود الخدمة مرة تانية. كمان هنلاقي فيه تزايد حجم الاستهلاكات بشكل كبير وغير مسبوق في قطاع الكهرباء خلال الفترة اللي فاتت، وده بيشكل عبء على الدولة، خصوصاً إن الاستهلاكات تجاوزت 37.5 جيجا وات في اليوم الواحد، بزيادة أكتر من 12% عن السنة اللي فاتت. لكن ارتفاع درجات الحرارة اللي شفناه السنة دي كان سبب في إنه تم تكليف الوزراء الجدد بتدبير احتياجاتنا الكاملة خلال الفترة الجاية من الكهرباء، وده تحسباً لحدوث موجات حارة شديدة في شهر يوليو أو أغسطس أو في النصف الأول من شهر سبتمبر. والآن موعدنا مع موجز لأهم وآخر الأنباء، موجز الثامنة صباحاً مع هالة الحملاوي، تفضلي هالة. شكراً محمد. الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلاً بكم.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الرئيسان تطلعهما للارتقاء بكافة مجالات التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتسق ومصالح البلدين الشقيقين وحرصهما على الحفاظ على النمط الحالي من التنسيق. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول عددا من الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية، حيث ناقش الرئيسان سبل مواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة. وشدد الرئيسان على أن التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية الشقيقة يعد عاملا أساسيا لدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية لجميع شعوب القارة، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور المكثف خلال الفترة القادمة بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. يلقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة اليوم عن دور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري في ضوء رئاسة مصر للوكالة ضمن فعاليات الدورة السادسة للاجتماع الذي يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الأفريقية. وعلى هامش زيارته لغانا لحضور اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، التقى مدبولي سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكي ليميني. وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء دعم مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرا إلى الدور المأمول الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتفاقية بصدد تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية. قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة الثلاثاء المقبل لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. واتخذ مجلس الأمناء قرارا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددا من المحبوسين. وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه يجري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علما بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة لكافة الآراء. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم لبريج وسط قطاع غزة. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن من بين الشهداء نساء وأطفالا، هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38,919 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، كما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 89,622 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليه. أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يتوافق مع مواقف الاتحاد ومع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف بوريل أنه من الواجب الأخلاقي أن يتم التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بجميع قرارات محكمة العدل الدولية في ظل ما يشهده العالم من الانتهاكات المستمرة والمتزايدة للقانون الدولي. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه لسيادة أراضي البلاد في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية، وحملت الحكومة اليمنية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غارتها الجوية بما في ذلك تعميق الأزمة الإنسانية التي فاقمتها قوات الحوثي بهجماتها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية. قال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الحزب الديمقراطي يحاول إزاحة الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الرئاسي. وأضاف ترامب في كلمته خلال أول مؤتمر انتخابي جماهيري له بولاية ميشيغان منذ نجاته من محاولة اغتيال قبل أسبوع أن الانتخابات المقبلة ستكون الأهم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. Great guy. Wrote me a beautiful note the other day when he heard about what happened, and he wrote me. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
أهلا بحضراتكم. من يومين محكمة العدل الدولية طلبت بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإنهاء أي تدابير ممكن تسبب تغيير ديموغرافي أو جغرافي في فلسطين. خلونا نعرف تفاصيل أكثر بعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية من دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي. صباح الخيرات يا دكتور أيمن. اهلا استاذ محمد. اهلا استاذه منى. صباح النور. اهلا بك. صباح الخير. هو راي استشاري لمحكمه العدل الدوليه. نعم. لكن راي تاريخي لاول مره بيخرج هذا الراي او هذا القرار من محكمه العدل الدوليه. ماذا بعد هذا الراي؟ وهل فكره انه راي استشاري يعبر او يستلزم انه لا توجد اي اجراءات او تبعات قانونيه لهذا الراي؟ أشكرك. سؤال مهم جدا. صحيح أن الرأي غير إلزامي مقارنة بالأحكام القضائية، أي القرارات القضائية الإلزامية لأطراف النزاع. أمس أو عفوا أول أمس الجمعة لم يكن هناك ثمة نزاع بين دولتين. المحكمة في رأيها الاستشاري لم تكن تفصل في دعوة قضائية مثلما تفصل المحكمة في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ولكن الرأي الاستشاري يعني إجابة عن أسئلة، أسئلة قدمتها، أسئلة قانونية بالطبع وليست سياسية، قدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتجيب عليها المحكمة. ولكن زي ما حضرتك تفضلت، تاريخي لماذا؟ لأن الرأي فصل وفند كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بطريقة وشكل يعني باهر وظاهر ومبهر لحتى كبار فقهاء القانون الدولي في العالم. ولكن ماذا بعد؟ هذا هو السؤال المهم أو الأهم الأصح. وأشكر صباح الخير يا مصر علشان إن احنا نتناول ذلك. ماذا بعد؟ الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس صرح رسميا بأنه بوصفه الموظف الإداري الأول كبير الموظفين الإداريين سينقل ذلك الرأي الاستشاري، ينقله رسميا بموجب اختصاصاته الإدارية مرة ثانية إلى الجمعية العامة، والجمعية العامة تتصرف. يعني ايه تتصرف؟ يعني الجمعية العامة تنعقد اما طبعا بزخم بطلب من فلسطين وطلب من المجموعة العربية دول عدم انحياز وهكذا، اما ان تصدر توصية او قرار. وفي نهاية الامر والمطاف كل القرارات والتوصيات للجمعية العامة هي أيضا قرارات أو توصيات غير إلزامية إلا في أحوال استثنائية ليس من بينها القرارات والتوصيات التي تصدر بعد مناقشة والتصويت على ذلك الرأي. ولكن دعني أؤكد لسيادتك أن الجهد والمثابرة القانونية اللي بتقوم بها المجموعة العربية لم تحدث في مثل يعني هذا الجهد الأخير في العامين أو الثلاثة أعوام الأخيرة. في جامعة الدول العربية لم تبذل مثل هذا جهد ضخم مشكور بلغة الأرقام منذ عام 1947 اللي هو أول قرار صدر في تاريخ القضية الفلسطينية، القرار 181 عام 1947 والخاص بتقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية. طيب الجمعية العامة تناقش ماذا بقى؟ يعني هتناقش ايه وتصدر توصيات او قرارات بايه اللي هي اجابة على سيادتك استاذ محمد؟ ماذا بعد؟ هتناقش ما طلبته المحكمة من خلال الرأي الاستشاري بان تقوم اسرائيل بالانسحاب وانهاء الاحتلال الفوري، تفكيك المستوطنات الفوري، التعويض العيني. يعني التعويض العيني restitution إعادة الحال إلى ما كان عليه، يعني إعادة الأراضي والممتلكات للفلسطينيين. وإن استحال ذلك كما صرح رئيس المحكمة، إذا استحال ذلك التعويض الممتلكات ماليا للفلسطينيين الذين نهبت ممتلكاتهم وأراضيهم في الثلاث مناطق في غزة. دكتور أيمن، دي تبعات قانونية لهذا القرار اللي صدر؟ نعم، هذا احنا بنتحدث على التبعات القانونية بقى
للرأي يا أستاذة منا من فضلك. أيوة. للرأي الاستشاري. إنما المحكمة لما تفصل في نزاع في قضية بنتحدث عن قرار قضائي. طيب دكتور، ده يأثر على حق الفلسطينيين في تقرير المصير؟ أشكرك أشكرك. كانت في سيادتك دعوة ممثلة، عفوا أنا آسف، كان في رأي استشاري وليس دعوة ممثلة عام 1971 بخصوص أيضا التواجد الاستعماري غير الشرعي لدولة جنوب أفريقيا في دولة أخرى اسمها جنوب غرب أفريقيا ما بين قوسين ناميبيا. ناميبيا كانت مستعمرة وكان هناك تواجد غير شرعي منذ 1971. صدر رأي استشاري 1971 يعني يكاد يكون مشابه لذلك الرأي اللي صدر أول أمس الجمعة، وفي نهاية المطاف والأمر حصل جهد وحصل أن الجمعية العامة ناقشت وأصدرت توصيات أو أصدرت قرارات معينة بخصوص إنهاء تواجد جنوب أفريقيا الاستعماري في جنوب غرب أفريقيا، وحصل أن في نهاية الأمر بعد جهود ومثابرة وماراثون حقوقي نضالي ودبلوماسي وسياسي أن حصلت ناميبيا على استقلالها 1990. لذلك ممكن أن احنا نطلق على ما حدث في ناميبيا 1971 وحصل أيضا أول أمس الجمعة بخصوص الرأي الاستشاري الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات ذلك الاحتلال العتبة أو الرافعة أو نقطة البدء، وهي معركة قانونية ودبلوماسية وسياسية لها نفس طويل. دكتور أيمن، يعني المحكمة طالبت الدول والمنظمات الدولية بوقف دعمها لسلطة الاحتلال ما بين قوسين إسرائيل. إلى أي مدى ممكن يحدث تغير ما في سياسات بعض الدول وبعض المنظمات في وقف دعمها لإسرائيل الفترة المقبلة بعد صدور هذا القرار؟ أشكرك وأشكر فريق الإعداد. فعلاً القرار تاريخي. لماذا؟ لأن المحكمة الدولية من خلال رأي الاستشاري طلبت كافة الدول والمنظمات الحكومية بعدم التعاون مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي وبعدم التعاون مع الاحتلال في صورة المستوطنات. ولذلك هناك التزام إن لم يكن قانوني، لأن احنا بنتحدث عن رأي استشاري غير إلزامي، إن كان هناك التزام أخلاقي حقوقي سياسي أدبي، هذا زي ما سيادتك قلت هيجعل الدول تعيد النظر وتعيد الاعتبار في علاقتها السياسية مع إسرائيل، وعلى الأقل الدول التي تدعم دون قيد أو شرط تدعم إسرائيل بكل الأسلحة والذخائر، وتدعم إسرائيل حتى بالفيتو في أروقة الأمم المتحدة مجلس الأمن وهكذا. الدول والرأي العام العالمي أستاذ محمد، الإعلام العالمي صحيح. الإعلام، ويعني من خلال منبركم دايما أنا الحمد لله بقول أن الإعلام أهم أداة وليس السلاح وليس القانون الدولي. الإعلام الرأي العام العالمي الحاشد للقضية بعد 1971 في ناميبيا جعل ناميبيا في نهاية الأمر تأخذ استقلالها، لأن حصل ضغوطات رهيبة وصل الأمر إن الدول الاستعمارية بريطانيا فرنسا صحيح. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أيدت ناميبيا ضد جنوب أفريقيا صحيح. رغما من التحالفات الكبيرة مع جنوب أفريقيا. إذن مزيد من القرارات ومزيد من الدعم الدولي ممكن يؤثر في سرعة سير الموضوع، وزي ما الدكتور أيمن قال يعد العتبة أو الرافعة أو الخطوة الرئيسية أو الخطوة الداعمة لوضع أو لمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير. كل الشكر ليك الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني. احنا دايما في صباح الخير يا مصر كده بنحاول نهتم بالامور الصحيه والطبيه طب. والغذائيه بشكل كبير. في ناس ممكن ما تهتمش بنوعيه الاكل اللي فيه قيمه غذائيه كبيره، فيه فيتامينز او معادن بيحتاجها الجسم، ده ممكن يؤدي لبعض الاحيان من غير ما نحس ومن غير ما نشعر لمشاكل صحيه، ممكن نصاب بالانيميا بسبب نقص بعض المعادن او الفيتامينات زي الحديد مثلا.
وساعات بيبقى فيتامين سي وساعات فيتامين دي، في حاجات كتير بتبقى ناقصة. خلينا نعرف التفاصيل أكتر من الدكتورة دعاء الغنيمي استشاري أمراض الدم. دكتورة صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. جت فترة كده كل السوشيال ميديا بتتكلم انه اي مشكلة السيدات بالذات بتحس بيها دايما يسألوها يقولها حللتي فيتامين دي؟ في مشاكل كتير جدا بتتسبب بسبب نقص فيتامين دي، هل فعلا البروباجندا اللي معمولة على فيتامين دي تستحق؟ هو فعلا فيتامين دي من اهم الفيتامينات الموجودة في الجسم، وهو من الفيتامينات الزائدة في الدهون وله خواص معينة. طبعا ما فيتامين دي بيساعد على امتصاص الكالسيوم وعلى امتصاص الفوسفور من الامعاء، بيساعد على التوازن اللي بيحصل ما بين نسبه الكالسيوم ونسبه الفوسفور في الدم، وبالتالي هو بيساعد كمان على دخول الكالسيوم الى العظام، وبيساعد على الحفاظ على صحه العظام وعلى صحه العضلات، وهو كمان من الفيتامينات المهمه اللي بتخلي فيه نشاط في الجسم واكتساب طاقه. فهو فعلا من الفيتامينات المهمة جدا اللي لازم الإنسان يعمل يعني فحص كل فترة عليها إذا كان في عنده فعلا نقص في فيتامين دي ولا لا. طب دكتور، هل في علاقة بين نقص فيتامين دي والأنيميا؟ يعني إيه العلاقة المباشرة بينهم؟ لا، هو فيتامين دي ملوش علاقة خالص بالأنيميا. الأنيميا موضوع مختلف تماما، والأنيميا ليها أسباب أخرى. الأنيميا يا إما أنيميا نتيجة سوء تغذية، وأشهرها طبعا على الإطلاق هي أنيميا نقص الحديد، وديت مش موجودة في مصر بس، دي موجودة في كل دول العالم. نمرة 2، في عندنا بقى أنيميا نتيجة نقص فيتامين B12 ونتيجة نقص حمض الفوليك، ودي برضو نتيجة سوء التغذية. وفي أنيميا تكسيرية مزمنة، وديت بتبقى نتيجة جينات وراثية موجودة أكتر. عند ديات بتبقى مورثة أكتر ونتيجة جينات، يعني خلل في الجينات. لكن فيتامين دي بيختص بناحية أخرى خالص اللي هي أهمها صحة العظام وصحة الجهاز العضلي في الجسم. جميل. أكيد. طيب، في أعراض بتظهر على جسم الشخص ممكن توضح إصابته بأن هو عنده نقص في فيتامين دي؟ يعني هل أنا محتاجة أروح أعمل تحليل كل شوية عشان أعرف أن أنا عندي نقص فيتامين دي، ولا من أول مرة عملت تحليل بعد كده أبقى واخدة بالي وخلاص؟ لا، هو الأعراض اللي هي الشهيرة عن نقص فيتامين دي ممكن يبقى فيه ألام في العظام، ممكن يبقى فيه ألام في العضلات، ممكن يبقى فيه شعور دائم بالإجهاد والإرهاق، نقص في كفاءة الجسم، نقص في النشاط اليومي بتاع الجسم، في خمول، في نعاس، احيانا بيسبب اضطرابات فيه اللي هي اللي بنسميها المود او المزاج بتاع الشخص نفسه، وحاسس على طول ان هو تحت ضغط، او فيه مش عايزين نقول اكتئاب، عايزين نقول نوع يعني من اللي هو اللي يعني عدم الصحه الداخلي او مثلا او عدم التوازن يعني. فممكن ساعتها الشخص يتجه الى ان هو يعمل تحليل فيتامين دي، ولكن دايما انا بوجه الناس انها تعمله تحت اشراف طبيب. مفيش داعي ابدا ان انا اروح اعمل التحليل من نفسي. وهو المعدلات بتاعته بتبقى واضحه، يعني المفروض ان هو يكون النورمال بتاعه او الطبيعي بتاعه اعلى من 30. لو هو من 20 ل 30 بنقول ان هو فيه نقص متوسط الدرجه، ولو اقل من 20 بيبقى فيه نقص شديد يستحق العلاج. برضو العلاج لازم يكون تحت اشراف الطبيب، لان بيبقى فيه جرعات محدده وبيتاخد لكورس معين مش لفتره طويله، وبيتاخد كمان ممكن يبقى بنظام يومي او نظام اسبوعي، فلازم اشراف الطبيب في الجرعات بتاعه فيتامين دي بالذات. لان اللي فيه معلومه مهمه برضو، زي ما نقص فيتامين دي بيسبب اعراض، زي ما زياده فيتامين دي على العكس بتسبب برضو اعراض احنا يعني في غنى عنها كمان. طب ده هيخليني اسال حضرتك يا دكتور دعاء، في بعض الاحيان في ظاهره كده بنشوفها، يعني بعد تجاوز سن الأربعين الناس بيلجأوا لتناول بعض الفيتامينات من غير استشارة الطبيب، ويقول ده عادي اللي بتباع في صيدليات شركات مختلفة، وإن ده ممكن يصح يعني يحسن من حالتي الصحية، يخليني أقاوم أي إجهاد يومي. فكرة تناول الفيتامينز من غير الرجوع للطبيب كأنها حاجة بسيطة جدا وبتساعد جسمي. هي فعلا دي ظاهرة، وظاهرة موجودة من زمان عندنا في المجتمع المصري، ان اي
شخص عادي بيتوجه للصيدلية وبيطلب الدواء اللي هو محتاجه، وممكن الصيدلي في بعض الأحيان يساعده في إنه هو يختار الدواء ليه، وخصوصا الفيتامينات اللي هي بتبقى يعني محل تفكير من الناس كلها، إن أنا لو اديت طفلي فيتامين يبقى هو هيبقى صحته أحسن، أنا لو أخدت فيتامين هتبقى صحتي أحسن. في حين أنا شايفة إن التوازن الغذائي أو التغذية السليمة هي نمرة واحد اللي إحنا المفروض نفكر فيها، وخصوصا في الأطفال، خصوصا الظاهرة اللي موجودة عند الأطفال اليومين دول إنهم يتوجهوا للسوبر ماركت وبيشتروا حاجات كتير قوي بغض النظر عن أسمائها التجارية، وخصوصا اللي هي الحاجات اللي موجودة المغلفات كلها، أي حاجة في كياس كلها بغض النظر عن الأسماء التجارية دي بتسبب مشاكل كتيرة جدا عند الأطفال، سوء تغذية بتمنعه من إنه هو يأكل الأكل الصحي اللي موجود في البيت. عندنا يعني أعداد كبيرة جدا من الأطفال بتتوجه عندنا في العيادات بتاعة أمراض الدم وعيادات النمو، إن الأم بتشتكي من إن الطفل مفيش نمو، مفيش طول، مفيش اكتساب وزن، صحته مش أحسن حاجة فيه، أو وارد يكون فيه اكتساب وزن بس اكتساب وزن مبالغ فيه يؤدي لسمنة يعني. بالضبط كده، أو ممكن يكون العكس اللي هو زيادة في الوزن ولكن نتيجة تغذية خاطئة. فلازم فعلا يعني يبقى فيه تحت إشراف طبيب، ويبقى تمام. فيه تحليل على الأقل لصورة الدم اللي بتبين إذا كان فيه عندنا مشكلة ولا لا. تمام. أكيد. طب سريعا أهم الأطعمة والمشروبات اللي لازم نحرص عليها عشان تمد أجسامنا بالمعادن والفيتامينز اللي محتاجينها يوميا. بصفة عامة طبعا لازم شرب اللبن وخصوصا للأطفال، وأنا دايما بوجه الأمهات إن مش لازم تقدم اللبن في الصورة اللي هي يعني الصورة الأساسية بتاعته، حاولي تتصرفي، دخلي اللبن مع أي حاجة تانية، ممكن تدخلي معاه شوكولاتة، ممكن تدخلي معاه جوافة، تدخلي معاه فراولة، تدخلي معاه موز، يعني حاولي تدخلي اللبن بصورة طفلك يحبها. طبعا البيض، ومش لازم برضو دايما البيض في الصورة المعتادة اللي هي البيض المسلوق، أو يعني ممكن إحنا نتصرف في شكل الطعام اللي إحنا بنقدمه لأطفالنا بحيث إن هو يبقى محبب ليهم وفي نفس الوقت يستفيدوا منه غذائيا. طبعا كل أنواع الجبن فيها نسبة عالية جدا من الفيتامينات والكالسيوم والحديد وفيتامين ب12 وحمض الفوليك، موجود أكتر في اللي هي الورقيات والحاجات الخضراء. الخضار والفاكهة لازم يكون ليهم يعني وضع أساسي في الوجبات بتاعة الأطفال والكبار كمان، يعني دايما احنا حتى بنقول للأطفال أو بنقول للأم قسمي الطبق، خلي نصه عبارة عن خضار. الفاكهة لازم تكون موجودة ما بين الوجبات، وما بنحددش أنواع علشان الأسعار وعلشان مثلا ممكن تكون بعض الأنواع غالية، المهم يبقى فيه تواجد للفواكه والخضروات أساسي عندنا في الوجبات وما بين الوجبات. طبعا يعني اللحوم، الأسماك، الدجاج لو ما كانتش متوفرة مثلا هنقدم بدلها البيض، هنقدم بدلها اللي هي التونة، البقوليات برضو بكل أنواعها. ففي حاجات كتيرة قوي احنا ممكن، حضرتك عايزة طبق متقسم مليان ألوان لها علاقة بالخضار والفاكهة وفيها بروتين وفيها نشويات وفيها ألياف، ده الطبق المثالي اللي حضرتك شايفاه دكتورة دعاء الغديمي استشاري أمراض الدم، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح مع حضراتكم دلوقتي لموجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا مع هالة، تفضلي هالة. شكرا يا محمد، معنا أخبار رياضية كتير، أهلا بيكم مشاهدينا، معنا أخبار رياضية كتير رياضيا محليا وعالميا، خليكم معنا. البنك الأهلي اتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز، وبكده وصل البنك الأهلي للنقطة 34 في المركز 12، بينما ارتفع رصيد الاتحاد 39 نقطة في المركز العاشر. فريق سيراميكا حقق الفوز على بلدية المحلة بنتيجة 4-0 في المباراة اللي اتلعبت على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 31 للدوري العام. رفع سيراميكا رصيده إلى 44 نقطة، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند 24 نقطة.
فريق طلائع الجيش اتعادل سلبياً مع فاركو في المباراة اللي جمعتهم على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وصل طلائع للنقطة 36 في المركز 11 فيما ارتفع رصيد فاركو ل 30 نقطة في المركز 15 من عمر المسابقة. المنتخب الأولمبي تحت قيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب بيستعد للقاء الدومينيكان يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة واللي بتضم كل من مصر وإسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أدى اللاعبون تدريبات بدنية وقاموا بتنفيذ عدد من الجمل الخططية لتنفيذها في المباريات الرسمية. اتحاد كرة اليد أعلن تجديد تعاقد الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الأول لغاية 2025. وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حقق فوزه الأول في الفترة التحضيرية للموسم الجديد على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين في إطار الاستعداد للموسم الجديد. فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه النجم المصري مصطفى محمد خسر أمام هامبورغ الألماني بنتيجة 4-2 في إطار الاستعداد للموسم الجديد في المباراة اللي غاب عنها النجم المصري. وفريق أينتراخت فرانكفورت الألماني اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش فاز على هايسنشتام بنتيجة 12-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات بطولة الدوري الألماني للموسم القادم 2024-2025. مشاهدينا هنروح لفاصل وهنرجع بعد نكمل فقراتنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم من جديد. الشغف بالقراءة والمعرفة والثقافة دي حاجة مهمة جدا، وفي ناس كتير جدا دائمة البحث ودائمة التفتيش عن كل ما يتعلق بالمعرفة والثقافة، وده أعتقد أنه شيء مطلوب وشيء ضروري وشيء مهم وشيء محمود كمان في حياتنا. حاجة تانية كمان أنك تبقى زي ما بتشوف الكتب المصرية للأدباء والكتاب الكبار في مصر والأدباء الشباب كمان، اعتقد ان احنا مش معقوله بقى في وقت احنا بنتفرج فيه على كل القنوات في طول الوقت ان احنا ما نبقاش كمان بنبص على الاخر بيفكر ازاي، او الناس الثانيه المعرفه موجوده بانهي لغه وموجوده ازاي. ثقافه عالميه، كل الناس بتبقى محتاجه انها تسمع من بعض وتشوف اراء بعض وتشوف الناس بتفكر ازاي، ادباء ومفكرين مصريين وعرب واجانب ومن جنسيات مختلفه. أعتقد ده بيفرق كتير. طبعا بيفرق كتير، نفتح نافذة كده للمعرفة على ثقافات العالم. احنا عندنا منا مركز في غاية الأهمية اسمه المركز القومي للترجمة. المركز القومي للترجمة ده موجود فين؟ في دار الأوبرا المصرية، وأسسه الناقد والكاتب والمفكر الراحل الكبير دكتور جابر عصفور. يعني من أهم إنجازات دكتور جابر عصفور تأسيس هذا المركز، المركز اللي بيعني بشكل مباشر أو بيهتم بفكرة ترجمة الفنون والأداب والعلوم اللي موجودة في ثقافات الدنيا كلها إلى اللغة العربية. دايما كانوا بيقولوا إن المترجمون هم الرسل ما بين الحضارات، يعني رسل الحضارات هم من يعمل في مجال الترجمة، نقل خبرة ومعرفة وثقافة الآخر إلى الثقافة العربية. هنعرف أكتر المركز ده بيقدم إيه، إصداراته المختلفة، اللغات اللي بيترجم عنها إلى اللغة العربية، وإصداراته كمان اللي أسعارها ما هيش أسعار غالية جدا، ممكن أي حد يروح ويشتري في منافذ مختلفة جدا في أنحاء الجمهورية للمركز القومي للترجمة ويشوف العالم بيفكر إزاي. معانا على الهواء الأستاذ وليد عبد العزيز، عضو الهيئة الاستشارية والباحث بالمكتب الفني بالمركز القومي للترجمة. منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا استاذ وليد. اهلا وسهلا، نورنا وشرفنا، ربنا يخليك يا فندم. لمن لا يعرف هذا المركز، المركز القومي للترجمه متى انشئ، دوره واهم المهام اللي بيقدمها للثقافه المصريه؟ تمام، زي ما حضرتك بدات طبعا المركز اتاسس في اكتوبر 2006
بقرار جمهوري، وقبل المركز كان في مشروع قومي للترجمة كان تابع للمجلس الأعلى للثقافة، بدأ في تسعينيات القرن الماضي وأسسه الدكتور جابر عصفور، والمركز امتداد لهذا المشروع القومي للترجمة اللي بدأ في التسعينات زي ما قلنا، ووصل للكتاب رقم 1000 مع بداية إنشاء المركز القومي للترجمة في 2006. طبعا المركز معني بنقل الكتب والمعارف العالمية من اللغات كافة إلى اللغة العربية. والحقيقة أن الدكتور جابر وضع رؤية لدور المركز وأهميته. دور المركز مش بس بينحصر في ترجمة الكتب والمعارف، وإنما كمان ليه دور في أنه هو بيعد جيل جديد من المترجمين والكوادر في الترجمة في المعارف المختلفة، وبنحاول نحقق توازن في الترجمة ما بين المعارف الإنسانية بحيث أن ما فيش مجال يكون هو التركيز عليه ونهمل بقية المجالات. فالمركز من بداية إنشاؤه إحنا تقريبا ترجمنا عن 35 لغة أجنبية. جميل. وتعاملنا مع مئات المترجمين وعشرات دور النشر العالمية، وأصدرنا إلى حد اللحظة دي يعني ما يتجاوز 3500 عنوان. طيب دي أرقام كبيرة ومتميزة، خلينا بقى نقسمها كده واحدة واحدة. لما نيجي نقول أدب الأطفال، في إقبال على ترجمة أدب الأطفال؟ في إقبال على أن الأطفال تقرأ كتب مترجمة أصلاً؟ بالتأكيد طبعاً، في اهتمام كبير جداً من بداية إنشاء المركز القومي للترجمة بترجمة أدب الأطفال، وترجمنا من لغات مختلفة، ترجمنا أدب أطفال، طبعاً إحنا بنحاول نقدم أدب أطفال عالمي من اللغات المختلفة زي الإنجليزية والفرنسية، حتى ترجمنا قصص من اللغات الروسية. الأطفال بيحبوا جداً القصص الشعبية والأساطير والخرافات، فمثلاً أصدرنا كتاب حواديت البيوت للأخوين جريم، ودي مثلاً مجموعة قصص مهمة جداً في الأدب الكلاسيكي الألماني. ترجمنا حكايات إيسوب مثلاً. ترجمنا نسخة مبسطة من دون كيخوتا دي لامانش للأديب الأسباني ثيربانتس بشكل مبسط طبعاً للأطفال. وعملنا كمان سلاسل، يعني استحدثنا سلاسل موجهة للأطفال، منها سلسلة اسمها أدب الطفل مثلا، أصدرنا فيها عدد كبير جدا من العناوين المهمة بترجمة عن لغات مختلفة زي ما قلت لحضرتك كده، عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإيطالية، يعني عدد معتبر جدا. وفي إقبال طبعا كبير من أولياء الأمور والآباء إن هم يجيبوا الكتب دي، وطبعا ده بيشهد على كده جناح المركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب. جميل. العمل في الترجمة عمل دقيق جدا وصعب جدا، واحنا في مصر عندنا يعني كفاءات في الترجمة سواء من أساتذة الجامعات أو من يعمل في الترجمة كمجال متخصص يعني. إزاي المركز بيدعم المترجم؟ لأنه المفروض يبقى في دعم مادي ليه، أنه بيتفرغ لفترة طويلة جدا، في مترجمين بيقعدوا بالسنوات عشان يترجموا كتاب واحد سواء في علم الاجتماع أو الفلسفة أو كتب الخاصة بالروايات والأداب المختلفة في العالم. الدور اللي بتقدموه للمترجم المصري؟ طبعا المترجم بالنسبة لنا هو أساس المركز القومي للترجمة. إحنا بنستقبل مقترحات المترجمين، طبعا في كل المترجمين مثقفين بالأساس، بعضهم متخصص في الترجمة، بعضهم متخصص في مجالات معرفية زي الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية وهكذا. يعني إحنا بندعم المترجم من خلال إن إحنا طبعا بيبقى فيه عائد مادي مقابل الترجمة، بيحسب طبقا لعدد كلمات النص الأصلي. تمام. بفئات محددة بيحددها المركز، بنتعاقد مع المترجم في فترة محددة يسلم الترجمة. طبعا إحنا بنراجعها وبنفحصها وبنتأكد من دقة الأسلوب وصحة الترجمة وكل الإجراءات دي. في لجان للمراجعة أكيد. طبعا في لجان للمراجعة لكل كتاب طبعا. وطبعا بياخد نظير، مكافأة مالية نظير الكتاب اللي بيترجم. طيب فكرة الإقبال على الثقافات الأخرى ده بنلاقيه في الأفلام، ده بنلاقيه في اللعب مثلا في البلاي ستيشن وفي الكلام ده، هم الشباب بتحب إنها تتعرف على الحاجات الغريبة، هل بتحب إنها
تتابع قراءات وتتابع أدباء مختلفين، ولا يمكن الأطفال عشان أهلي بتوجههم فلسه يعني يقدروا يوجههم شوية؟ الشباب لوحدهم اللي هم عندهم اختيار القرار أو القدرة على اتخاذه بيعملوا كده، ولا بيفضلوا الروايات الترند أكتر؟ طبعا هو دي يعني حاجة واضحة جدا وظاهرة الأيام دي، إن في إقبال كبير جدا على الروايات زي ما حضرتك بتقول الترند، ودي في الأغلب بيبقى دور النشر الخاصة هي اللي مهتمة إنها تترجمها. إحنا طبعا بنترجم أدب عالمي، بس بنترجم الأعمال اللي بتبقى أعمال أدبية فارقة في تاريخ الأدب. وده مش معناه إن إحنا طبعا بنهمل الروايات المهمة، بالعكس إحنا بنترجم روايات أخرى مهمة من ثقافات مختلفة. وبنأكد كمان على ان احنا نترجم من اللغات الشرقية ومن اللغات الأفريقية، بحيث ان احنا نطلع على ثقافات الشرق سواء الأدنى او الأقصى. بنترجم روايات واعمال قصصية وإبداعية من الصين ومن اليابان ومن كوريا ومن اللغات الفارسية والتركية والأفريقية كمان، والأفريقية طبعا الأدب الأفريقي موجود مهم جدا بقوة. جدا طبعا. فأكيد زي ما حضرتك بتقولي طبعا، انما في حاجه كمان، ان احنا يعني بدايه لازم نخاطب الاباء ونقول لهم ازاي ممكن يختاروا عمل مهم ينمي قدرات الاطفال. فاحنا مثلا عملنا سلسله اسمها سلسله علماء صغار السن، صدرت في 12 كتاب باخراج كويس جدا بورق الوان و بالصور والرسومات. ما هو ده اللي هيفرق، الولاد هيتعرضوا له ولا لا حسب الحاجه جاذبه. لو زي الكتب اللي كنا بنشوفها احنا واحنا صغيرين، اعتقد انه صعب انهم يقبلوا على حاجه كده دلوقتي. لا بالعكس، في اقبال كبير جدا على نوعيه الكتب دي. وفي بس حضرتك بتقول انها مطبوعه طباعه 4 لون وعلى ورق محترم. لا اكتر من 4 لون، ده طباعه الوان وعلى ورق محترم طبعا. وكل كتاب لا يتعدى ال 40 صفحه. كل كتاب بيتناول اهم الرواد في علم معين، زي علم الكيمياء، زي علم الفلك، زي التنجيم. وده طبعا من نوعية الكتب اللي بتشجع جدا الطفل انه يقرأ بعد كده بشكل موسع لما يبقى شاب او بيحاول يختار هيحب ايه بعد كده. طيب قبل ما نتكلم على توزيع الكتب دي، لان دايما في سؤال بيتكرر في كل مره، ازاي يبقى في شبكه توزيع ومنافذ للمركز القومي للترجمه او اي جهه من جهات النشر التابعه للدوله عشان تصل لكل الناس؟ قبل ما نتكلم عن الجزئيه دي، نتكلم على اسعار الكتب. كتاب الورق غلي، واسعار الكتب العاديه ايضا يعني بقت غاليه جدا. صحيح. ما بال حضرتك بالكتاب المترجم اللي فيه مشقه وفيه تمويل اكتر بيدفع للمترجم، دايما تبقى اسعاره في دور النشر الخاصه غاليه جدا. صحيح. سياسه التسعير هنا في المركز القومي للترجمه عشان اقدم خدمه ثقافيه لكل المصريين بتتم ازاي؟ طبعا سياسه التسعير متوقفه على الكتاب اتكلف قد ايه، اتكلف قد ايه في حقوق الملكيه الفكريه بتاعته. باخدها من بره كمان. بالظبط، يعني بالدولار طبعا. كاتب اجنبي بتعاقد مع جهه النشر الاجنبيه. بالظبط. وتكاليف الترجمه وتكاليف الطباعه، كل ده طبعا بيضاف على ثمن الكتاب. انما المركز بصراحه سن سنه جميله جدا، وهي ان احنا عاملين خصم 50% لفئات كتير جدا. يعني اي طالب سواء في مدرسه من اول تقريبا الاعداديه او الثانويه او الفئه اللي هتقرا، لحد طالب اللي معاه كارنيه دكتوراه، ليه انه يحصل على خصم بنسبه 50%. صحيح. في فئات اخرى بيصل الخصم فيها ل 40%. اعلاميين وصحفيين. اعلاميين والصحفيين ونقابه الفنون التشكيليه، اتحاد الكتاب، نقابه الاطباء، القضاء، رجال الداخليه، كل دول بياخدوا بخصم 40% واحيانا ازيد. قادة الرأي في المجتمع يعني هدفه انه يبقى هم يتلقوا المعلومات ويتلقوا الثقافات المختلفة، بحيث انهم يقدروا يأثروا في اللي حواليهم. بالظبط كده، بالظبط كده. فطبعا التخفيضات، وطبعا التخفيضات دي معمولة طول السنة، يعني طول السنة اي طالب باحث معاه كارنيه حديث بيقدر يحصل على نسخة مخفضة بنسبة 50% من ثمنها الأصلي. فطبعا ده ما يعني متهيأليش ان في جهه اخرى ممكن تعمل الخصم. طب منافذ التوزيع بقى، يعني شبكه التوزيع للمركز القومي للترجمه عشان نصل لمحافظات مصر كلها ولكل قارئ ولكل عاشق للقراءه والاطلاع على الثقافات الاخرى، موجوده ازاي؟ لانه كتير ناس بيسالوا طب الكتاب ده هجيبه منين وانا مثلا قاعد في اسوان ولا الاقصر ولا اي مكان بعيد عن مصر؟ دي نقطه طبعا جميله جدا وفي منتهى الاهميه.
احنا منفذ البيع الرئيسي بتاعنا في دار الاوبرا المصريه. انما احنا عملنا عده مبادرات مهمه جدا الفتره اللي فاتت، اهمها مثلا ان احنا خرجنا عدد كبير من الكتب اهداءات لمراكز الثقافيه في انحاء مصر، سواء في قصور الثقافه، في بيوت الثقافه، المكتبات في المكتبات العامه. وده معناه ان احنا بنوفر الكتاب لاماكن اخرى طبعا. وكمان في مبادره حياه كريمه تقريبا يعني وزعنا ما يقرب من 15,000 نسخه كتاب على الاماكن الجديده وعلى المكتبات، وزي ما حضرتك قلت بالظبط. اما بالنسبه بقى لتوزيع البيع فطبعا دي امور بتحتاج دعم بقى لوجيستي، بتحتاج اماكن تانيه نخصصها، بنحتاج شركاء معانا ان هم يوزعوا لنا كتب. طبعا هيبقى صعب جدا ان احنا نعمل منفذ لبيع الكتب في كل محافظه او لكل مكان. فطبعا توفير الاعمال من خلال المكتبات العامه والمراكز الثقافيه وحتى الجامعات ده بيعتبر الاعتماد الاساسي عليه. طيب اخر حاجه بقى، احنا بنترجم من الادب العالمي للغه العربيه، بنترجم بقى كمان من اللغه العربيه للادب العالمي؟ طبعا طبعا ده احنا للغات الاجنبيه. للغات الاجنبيه طبعا احنا الترجمه العكسيه. طبعا الترجمه العكسيه طبعا دي كانت خطه وحلم ان احنا نعمله من فتره طويله، واحنا بدانا فعلا في الموضوع ده من تقريبا من سنتين. وبدانا بترجمه عملين مهمين جدا من اللغه العربيه الى اللغه الروسيه بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للادب الروسي والثقافه الروسيه. ترجمنا روايه خيال الحقل من اللغه العربيه للغه الروسيه، وترجمنا كمان روايه الطوق والاسوره للاديب المصري الكبير يحيى الطاهر عبد الله. وترجمنا ترجمه اخرى عكسيه من اللغه العربيه الى اللغه الانجليزيه، كتاب اسمه رحله الخير، بيتكلم عن رحله السيد المسيح الى مصر. والكتاب طلع ثنائي اللغه، يعني بالعربي وبالانجليزي. وفي خطوات تانية يعني احنا بصدد ان احنا نصدر ترجمات اخرى لادباء مصريين من اللغه العربيه الى اللغات زي الانجليزيه والفرنسيه كخطوه اولى يعني. اكيد. كل الشكر ليك الاستاذ وليد عبد العزيز، عضو الهيئه الاستشاريه وباحث بالمكتب الفني بالمركز القومي للترجمه. نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجودك. شكرا لحضرتك. نورتنا يا استاذ وليد، ودعوه لكل عشاق القراءه ان هم يزوروا منفذ البيع الرئيسي المركز القومي للترجمه، موجود في ساحه الاوبرا المصريه، هيلاقي عناوين رائعه جدا للاطفال، كتب علميه في الفلسفه، في الادب، في كل الوان المعرفه. هنروح مع حضراتكم دلوقتي سريعا لموجز التاسعة صباحا، أهم وآخر الأخبار مع هالة الحملاوي، تفضلي يا هالة. شكرا محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الرئيسان تطلعهما للارتقاء بكافة مجالات التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، بما يتسق ومصالح البلدين الشقيقين وحرصهما على الحفاظ على النمط الحالي من التنسيق. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول عددا من الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، حيث ناقش الرئيسان سبل مواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة. وشدد الرئيسان على أن التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية الشقيقة يعد عاملا أساسيا لدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية لجميع شعوب القارة، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور المكثف خلال الفترة القادمة بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. يلقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة اليوم عن دور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري في ضوء رئاسة مصر للوكالة ضمن فعاليات الدورة السادسة للاجتماع الذي يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الإفريقية، وعلى هامش زيارته لغانا لحضور اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي. التقى مدبولي سكرتير عام اتفاقية التجارة
الحرة القارية الأفريقية وامكي ليميني. وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء دعم مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرا إلى الدور المأمول الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتفاقية بصدد تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية. أكدت وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق بالغ العملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية، والتي تزيد من تصاعد حدة التوتر الحالي على كافة الجبهات. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة، ودعت كافة الأطراف لضبط النفس والتهدئة وتجنب الانزلاق لفوضى إقليمية، مطالبة كافة الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي للاطلاع بمسؤولياتهم من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي. وأعادت مصر التأكيد على موقفها الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بدون أي عوائق إلى القطاع. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه لسيادة أراضي البلاد في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية. وحملت الحكومة اليمنية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراتها الجوية، بما في ذلك تعميق الأزمة الإنسانية التي فاقمتها قوات الحوثي بهجماتها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن من بين الشهداء نساء وأطفالا. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38,919 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال. كما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 89,622 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. اختتمت ورشة العمل التعريفية الأولى للمحافظين ونوابهم، وذلك في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض خلال الجلسة الختامية للورشة أن الجميع سيعمل كفريق عمل واحد، وسيكون هناك تواصل على مدار اليوم لمتابعة الملفات الخدمية التي تهم المواطنين ومعدلات إنجاز العديد من المشروعات والموضوعات الحيوية التي وجه الرئيس السيسي بإنجازها. وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الجميع يعمل لتحقيق هدف رئيسي وهو خدمة المواطن. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، انطلقت النسخة الثالثة من منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة تحت شعار بناء الإنسان. وأكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن المنتدى يعد إحدى آليات بناء الوعي لدى الشباب وإبراز دورهم وجهودهم والمسؤولية المجتمعية لديهم وتنمية مهاراتهم للوصول بهم إلى الجمهورية الجديدة، والتأكيد على الطفرة الواسعة والتنمية المستدامة التي تشهدها مصر، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي ببرنامج عمل الحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنجدد تحية على حضراتكم مرة تانية وصباح الخير يا مصر. هذا الشخص نرجسي، كلمة نرجسي أو نرجسية بنسمعها كتير الفترة اللي فاتت، دايما بيوصف الشخص اللي نقدر نقول كده متعالي، مغرور، متكبر، إنه شخص نرجسي. طب ما هي حقيقة النرجسية؟ هل هي سمة نفسية ولا هو مرض نفسي، في مرض بيعرف باضطراب الشخصية النرجسية؟ هل الشخص النرجسي دايما هو شخص منبوذ اجتماعيا، مرفوض من المجتمع؟ في بعض الدراسات العلمية كده بتقول انه الشخص النرجسي لما بيتقدم في العمر بيكون اكثر تعاطفا وكرما مع الاخرين. عايزين نعرف يعني الحقيقة العلمية لهذا المصطلح النرجسية، لما نصف شخص نقول انه هذا الشخص شخص نرجسي. من
مش عارفة هو بيبقى أكثر عطاء وأكثر كده، ولا خلاص اتهد من كتر ما هو ظلم نفسه وظلم اللي حواليه. في ناس بتقول إن يعني النرجسيين ممكن يبقى عندهم لين للمشاعر أو للعواطف مع التقدم في العمر زي ما محمد كان بيقول. إزاي ممكن يحصل تحول في حياة شخص من إن هو شخص متعالي قد يكون مؤذي للآخرين نفسيا لشخص أكثر كرما؟ هل هو فعلا أرهق ومن ان هو يبقى بيضايق الناس اللي حواليه؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا الدكتور محمد رضا الفقي، استاذ ومستشار الطب النفسي والاعصاب بالاكاديميه الطبيه العسكريه. منورنا يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك، اهلا وسهلا. كل ما حد يتضايق من حد يقول عليه ده نرجسي، كل ما حد يزعل حد يقول عليه ده نرجسي وبيتلذذ بان هو يضايقني ويعذبني وكلام. اي شخص بيتقال عليه نرجسي؟ خلينا نعرف النرجسي كده عشان الموضوع زاد جدا. هو الحقيقه يعني ده استخدام خاطئ لللفظ، مبالغ فيه جدا، لانه النرجسي معناها انه شخص شايف نفسه انه امكاناته اعلى من الاخرين وانه اعلى قيمه منهم. الامور بتبقى واضحه قوي لما يكون مفيش مقاومات لده اصلا. يعني لما انا بلاقي حد قيمته الفعليه عاليه جدا وهو شاعر بده، فما بقدرش اوصفه بسهوله بالنرجسيه. انما المشكله بتبان قوي لما يبقى واضح انه شخص عادي جدا وليس هناك ما يميزه، ولكن هو شايف انه اعلى قيمه وقامه من كل المحيطين به بدرجه فارقه عاليه قوي كمان. يعني في سمات نرجسية، يعني في فرق بين السمات اللي هي الإنسان موجودة فيه والظروف اللي حواليه بتعززها كمان شوية، فسمة فيه إنه في الحتة بتاعت النرجسية دي شوية. لكن هنا ده مرض نقدر نقول عليه اجتماعي أو مرض في شخصيته نتيجة لاحتكاكه بالناس بيبان. انما الموضوع بيستخدم غلط جوه المجتمع، لان احنا ايه بنفش غلنا بالكلام. الناس تلاقي زميل ليها متعالي شويه نرجسي، واحده متضايقه من جوزها دي المودلي من دول الزوج النرجسي على الفيسبوك تلاقي حضرتك الزوج النرجسي الزوج النرجسي. في جروبس كتير قوي للدعم النفسي ضد النرجسي، وبعدين لما تدخل تبص على البوست تلاقي ان الكلام كله مثلا الراجل قال لها اعملي لي شاي ولا اعملي لي قهوه، فهو بيعذبها كده وكانه هي لفظه جديده. النرجسي ده يا دكتور حضرتك بتقول انه متعالي، متعالي ومؤذي ولا متعالي فقط لا غير؟ ما هنا ده اللي جاي فيه. يعني انا بقصد ايه؟ انا بقصد ان دي لفظه رغم انها قديمه جدا، لكن انا بعتبر طريقه استخدامها بالكثره دي وفي غير مكانها ده شيء مستحدث جدا. زي ما كلمه تنمر كلمة جديدة ما كانش الناس بتسمعها قوي، يعني رغم ان المفهوم بتاعها موجود. في فرق كبير بين ان حد فيه سمات النرجسية وان عنده مرض اسمه اضطراب الشخصية النرجسية. ده مرض زي ما حضرتك قلت في الافتتاح دلوقتي بتاع الكلام. يعني اضطراب الشخصية النرجسية هو احد اضطرابات الشخصية اللي تستدعي العلاج او الخضوع للعلاج. يعني الشخص لازم يتعرض للعلاج لانه هيعمل مشاكل اجتماعيه ضخمه جدا للي حواليه ولنفسه كمان. هو اضطرابات الشخصيه في مشكلتها انه ما فيش توافق مع الاخرين، مش عارف يتوافق في داخل المجتمع بتاعه. ده بيحتاج علاج نفسي وعلاج سلوكي. لكن عايز ارجع مع حضرتك خطوه لورا شويه. فكره النرجسيه احنا عارفين هي حب الذات او عشق الذات، حتى تاريخيا يعني النرجس او الزهره نفسها كان في امير بيحدق على المياه ويرى وجه نفسه، كان بيعشق انه يشوف وشه على صفحه المياه، فجت فكره انه حب الذات. يعني صحيح. حب الذات هل هو لون مرضي ولا احنا محتاجين نحب نفسنا؟ يعني محتاجين اشعر بذاتي ونفسي الى درجه ما، وبعد هذه الدرجه قد تتحول الى مرض. هو طبعا في فرق بين التصالح مع النفس او مع الذات وبين الثقه بالنفس، وفي فرق بين النرجسيه الافراط في الثقه. النرجسيه بتخلي الانسان يبتدي يحاول يصغر من الاخرين كمان. يعني يحاول انه يقلل من قيمتهم، يحاول انه يدني من قيمتهم. ودي نقطه خطيره على جدا. اساس ان ده بيعلي من قيمته هو انه يقلل من شان الاخرين طبعا. ويمثل تهديد ليه في اماكن العمل مثلا، انه حد يحس انه في حد متفوق او في حد متميز، فكده هو بيقترب من قامته.
فيبتدي يحاول ان هو يمشيه من العمل او يورطه في مشكله. ده اللي بنشوفه بقى، ده اضطراب الشخصيه النرجسي. في داخل الاسره نفسها ساعات يكون اب نرجسي، اب نرجسي في منتهى الخطوره، فيلاقي يعني بيعمل ايه؟ نعم، يعني بيعمل ايه؟ ما انا بحكي لحضرتك اهو، هو اب نرجسي، فيبتدي يشوف ان في واحد من اولاده له شخصيه او صاحب قرار او ما بياخدش رايه في كل حاجه وهو ابنه، فيبتدي ان هو يتعامل معاه بعنف، ويبتدي ان هو يصر ان هو يصغر منه امام اخواته او يصغر من شانه. يعني قصدي ده وضع حتى جوه المنزل. الزوج النرجسي اللي هو الموضه في الكلام دلوقتي ان هو لما يشعر ان الزوجه يعني ليها كرامه قدام كرامته وليها شخصيه، وده يزعل جدا لما يلاقيها بتتفوق في عملها ويلاقيها بتتفوق في دراستها وبتتميز، لا هتتميز عنه بعد شويه، فيبقى الوضع بتاعها اقوى من وضعه، فيبتدي يقرر ان هو يضعف من شانها او يحوش عندها. المشاكل الاجتماعيه بتاعت النرجسيه مشاكل كبيره جدا جدا جدا. لكن اضطراب الشخصيه النرجسيه ممكن يخضع للعلاج؟ اه طبعا، بس علاجه صعب وبياخد فتره طويله جدا، وبالاخص ان هو اضطراب الشخصيه النرجسيه عاده ما بيجيش لوحده، ده عاده بيجي معاه نوع او نوعين من اضطرابات الشخصيه الاخرى. بس يعني لازم في الاول اعترف ان انا مريض بهذا المرض. لا مش هيعترف دايما في فكره الانكار، انا شخص غير نرجسي. مش هيعترف، الاعتراف ده ليه علاقه بما يعرف بالاستبصار. هو ما عندوش استبصار عاده، يعني يبقى استبصار يعني عارف انه مريض، فعشان يعترف معناه انه عارف انه مريض، هو مش شايف انه هو مريض، هو شايف انه هو يستحق اكثر من الاخرين لانه فعلا متميز عنهم، فهو مش قادر يشوف النقطه اللي حضرتك بتقولها دي. انما ايه اللي بيخليه ممكن يخضع لقضيه العلاج؟ انه يلاقي ان فعلا هو بيقع في مشاكل كبيره جدا مع الناس في شغله وفي بيته ومع اصدقائه اللي بينفروا منه طبعا بعد شويه، لانه دايما متعالي عليهم بشكل غير عادي، فبيفقد حتى اصدقائه، بيفقد العلاقه مع اخواته لانه دايما عايز يتميز عنهم بوضوح ويشعرهم بهذا، فمحدش قادر انه يتعامل معاه بسهوله، بيخسر الناس كتير. بس النرجسي ما يفرقلوش انه يخسر الناس، هو شايف انه اعلى واهم، فمش فارق له هم موجودين خير وبركه مش موجودين، معلش حلال. لا هو بيفرق مع الوقت، وهي دي النقطه المهمه اللي ممكن تخليه يخضع لفكره العلاج، لانه طول ما هو ماشي بيخسر بيخسر ناس وبيخسر علاقات وبيخسر عمله، احيانا بيخسر حاجات كتير قوي، وبيخسر زواجه وبيخسر اولاده، فهو طول ما هو ماشي عمال بيخسر في الحقيقه يعني. طيب كيف اتعامل مع الشخص النرجسي؟ يعني خلاص انا في شخص نرجسي موجود معايا في مكان عملي، في الاسره مثلا، اتعامل معاه ازاي بشكل يضمن لي انه ما يحصلش اي صدام مع هذه الشخصيه؟ هو الحقيقه ما فيش ضمان، بس موقفك في معاه حسب انت فين في العمل، هل هو زميل ولا هل هو رئيس ولا هل هو مرؤوس؟ القضيه هنا تفرق. لو هو مرؤوس ده اسهل الاحوال، لانه هيتحط له حدود معينه تخليه يلتزم بطريقه تصرف معينه. لو هو زميل نفس الشيء، انما لو هو رئيس بقى هي الكارثه الاكبر. يعني لو هو مديرك في العمل مثلا او رئيسك في العمل وكان نرجسي، دي طبعا مشكله كبيره جدا، لان انت مش هيبقى عندك الاليات لايقافه او تحديد نرجسيته، ولكن هتحاول على الاقل ان انت تتجنب المشاكل بتاعته اللي تضرك او تضايقك، لكن مش هتقدر توقفه. الحاجه الثانيه ما تشعروش بالتميز، يعني هقول لك الحل الوحيد معاه، لو حس انك متفوق جدا متميز جدا محبوب جدا جوه مكان العمل هيكرهك جدا، فهيبتدي زي ما انا بقول لك يعمل عمليتين، حاجه اسمها دي مينينج وحاجه اسمها دي فاليوينج. دي مينينج يعني يخلي كل ما يخصك يخلو من المينينج، ما يبقاش ليه معنى، ودي فاليوينج اللي هو هينقص من قيمتك الحقيقيه، فهيبتدي يحاربك لغايه يا يمشيك يا يكتب فيك تقارير وحشه، ده طريقه التصرف المعتاده يعني. يا اما تقدر انك تعرف تتفاهم معاه فيلين ليك شويه، وتشعره دايما ان هو لا يعني انت ما تخططتوش ما تميزتش عنه بوضوح، يبتدي يبقى فيه تفاهم. فالناس بتعمل كده بطريقه فطريه وبسيطه من غير ما تدرس، اعتزل يعني ما يؤذيك. الناس بتطبق هذا على طول.
يا دكتور محمد رضا الفقي، استاذ ومستشار الطب النفسي والاعصاب بالاكاديميه الطبيه العسكريه، عرفتنا حاجات كتير وعرفتنا روشته سريعه ازاي نتعامل لو في شخص مؤذي او نرجسي في حياتنا، سواء بقى كان في محيط الاسره او في محيط العمل او حتى في محيط العيله والجيران والاصدقاء. يعني كل شكر لحضرتك، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا يا فندم. نورتنا يا دكتور، شرفتنا. لسه مكملين مع حضراتكم مهرجان العالم عالمين، مستمر فعاليات مختلفه وانشطه كل يوم. نروح مع حضراتكم على الهواء مباشره مع زميلنا محمود جميل ونعرف منه اخر فعاليات مهرجان العالم عالمين. صباح الخير عليك محمود. صباح الخير عليك يا محمد، صباح الخير عليك يا منى، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. لازلنا معاكم من مدينة العالمين الجديدة وأجواء مهرجان العالمين الجميلة اللي بتتجدد كل يوم بمزيد طبعا من الفعاليات. ويمكن امبارح كنا عشنا يعني سهرة جميلة في المدينة التراثية على المسرح الروماني، كان بحضور فرقة طبلة الست، وطبعا معروف فرقة طبلة الست ليها جمهورها الكبير العاشق لكل اللي بتقدمه فرقة طبلة الست. فالحقيقة امبارح كان في حضور كبير جدا في المدينة التراثية، وكان في تفاعل كبير جدا مع طبعا الفقرات اللي بتقدمها فرقة طبلة الست، بالإضافة طبعا ان احنا كان عندنا يعني بعض التجهيزات اللي بتتم على المنطقة الشاطئية فيما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالأطفال والاستعداد طبعا لانطلاق مهرجان الأطفال وبعض الأنشطة الترفيهية والاجتماعية الخاصة بالأسر والعائلات. وطبعا بيتم الاستعداد للأسبوع ده طبعا لانطلاق بطولة البادل، لأن احنا الأسبوع الثالث هيكون عندنا فعاليات رياضية وفنية كبيرة جدا، وكمان التمهيد لحفل الفنان الكبير تامر حسني. امبارح كمان كنا بنشاهد الاستعداد لإطلاق مبادرة شارع الصحة أو شارع الخدمة الصحية اللي هيتم انطلاق النهاردة من مدينة العالمين الجديدة. وخلينا أقول لكم كده يعني إيه تفاصيل المبادرة دي، وهي مبادرة بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الصحة والسكان. من بداية إنشاء النسخة الأولى لمهرجان العالمين الجديدة، ودايما الشركة المتحدة بتكون حريصة أن هي تقدم كل الخدمات للمواطنين في مدينة العالمين الجديدة ولرواد المهرجان. بدأت طبعا بالفعاليات المتنوعة، ويمكن زادت كمان في النسخة الثانية، وكمان الاهتمام بصحة الزوار وبصحة كل المواطنين اللي موجودين. عشان كده هيكون في شارع الصحة اللي احنا موجودين فيه في المنطقة الترفيهية بجوار النورث سكوير وأمام المدينة الرياضية، هيكون تواجد كبير جدا لسيارات الإسعاف، لعدد كبير من الأطقم الطبية والتمريض، للعيادات الثابتة والمتنقلة، علشان طبعا يتابعوا الحالة الصحية الخاصة برواد المهرجان على مدار اليوم وطوال أيام المهرجان. هيكون عندنا السيارات المتنقلة والثابتة، وهيكون عندنا كمان تواجد للمبادرات اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرات الصحية. بنتكلم عن 100 مليون صحة، بنتكلم عن صحة المرأة، بنتكلم كمان عن الصحة النفسية. هيكون في تواجد كبير جدا لكل الأطقم الطبية اللي موجودة، يتم الكشف على كل رواد المهرجان لو احتاجوا في أي وقت إن هم يلجأوا للخدمة الصحية اللي موجودة. هيكون في طبعا بعض السيارات المنزلية اللي هتروح مباشرة للمواطنين علشان تقدم الخدمة الطبية. النهاردة إن شاء الله في يعني مساء هذا اليوم هيكون في انطلاق مؤتمر صحفي بحضور وزير الصحة والأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبالتأكيد هنتابع معاكم كل التفاصيل الخاصة بشارع الصحة والخدمات الصحية اللي هتبتدي إن هي تتقدم لرواد مهرجان العالم عالمين. برجع لكم في الاستوديو مرة تانية، منا ومحمد. كل الشكر ليك زميلنا محمود جميل من العالمين، شكرا جزيلا ليك في متابعتنا اليومية، مستمرين معاك وكل يوم بتقدم لنا الجديد، شكرا جزيلا. العالم عالمين في نسخته الثانية مليء بالمفاجآت من طبعاً. يعني ألوان مختلفة من الفنون، في مفاجأة كده من نوع مختلف وخاص بتنتظر رواد مهرجان العالم عالمين، حفل بطعم كده الذكريات الجميلة والأغاني اللي لسه عايشة في ذاكرة كل المصريين، حفلة لفرقة المصريين الجميل والرائع والقدير هاني شنودة اللي هتكون إن شاء الله على المسرح الروماني بالمنطقة التراثية النهاردة. التفاصيل كلها هنعرفها دلوقتي من الموسيقار هاني شنودة مؤسس فرقة المصريين. صباح الفل على حضرتك، يا أهلا وسهلا. صباح الجمال على الجمال، مصحينك بدري معلش.
لا انا بسحب هدف العادي. طيب احنا النهارده بقى هنتكلم عن الحفله المنتظره في العالمين، استعداداتنا ايه، جاهزين بايه، فكرنا في ايه، كل التفاصيل. الحقيقه ان انا اتفرجت على العالمين فيديوهات وانا مش مصدق العماره الجميله دي والاستعدادات الضخمه قوي 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 دي. ده مهرجان عالمي بكل المقاييس، وان شاء الله هيبقى عالمي لان دي دوره ثانيه، ان شاء الله الثالثه هتبقى كلها افراد العالم، ناس تجينا وسياح يجونا وكل حاجه تبقى 100%، لان لا ينقص اي شيء الحقيقه من اللي انا شفته، بل بالعكس انا شفت حاجات في منتهى الجمال نباهي بيها يعني اعظم الامم. احنا النهارده بقى يعني يوم 27 ان شاء الله هنقدم كل حاجات فرقه المصريين اللي نجحت في مسلسل حاله خاصه. الله. المسلسل ده حط فيه شويه اغاني من فرقه المصريين اللي فوق الحاجه و40 سنه. فوجئنا ان الشباب حبوها قوي وبيحبوا يسمعوها، لدرجه ان انا حاولت اعيد فرقه المصريين تاني، لان انت تعرف طبعا اللي توفى واللي مش موجود. ربنا دايما يديك الصحة وتبدع أكتر وأكتر. إحنا في خدمة بلدنا وخدمة شباب بلدنا، لأن هم دول اللي هيشيلوا العبء بعد كده. إن شاء الله. فأتمنى يعني إن إحنا نروح الأرينا الروماني دي ونعمل فيها، لأن طبعا التصوير هناك هيبقى في منتهى الجمال الحقيقة. أكيد. تصوير جميل وأغاني عمرنا ما ننساها أبدا، فرقة المصريين عايشة كده جوه المصريين فعلا، أغاني مع اختلاف الأذواق والأجيال أستاذ هاني لسه مسمعة، يعني لسه بنحب نسمع أغاني فرقة المصريين. هل هتقدمها بشكل مختلف شوية، إيقاع مختلف، بيخاطب شباب بطريقة مختلفة، ولا بنفس الطريقة اللي اتقدمت قبل كده؟ ما هي نفس الطريقة، هتبقى في ودان الشباب حاجة مختلفة لأنها كانت مختلفة من يوم تأسيسها. صحيح. كلاما ولحنا وتوزيعا وتسجيلا وكل حاجة. احنا ما لعبناش في الكواليتي في حالة خاصة، الكواليتي زي ما هي زي ما هو. ما عملناش في حاجة دي زي ما اتعملت يوميها، لكن عمق المعاني بتاع الأغاني اللي بعض الشباب دلوقتي يعني بنعمل لهم اغنيه مثلا اوقات اشوف ملامحك في صورتي في المرايه واحس الشوق واخدني وماشي للنهايه اغمض عيني لحظه الاقي انك معايا وايدك مش ده الحب الحقيقي ان انا ابقى شايفك في كل خطوه من خطواتي يعني مش بنمشي الليل وعد النجوم وبتاع يعني احنا كنا اعمق في ذلك أكيد. أتمنى. أكيد أكيد. طيب ينفع نعرف إيه ممكن من الأغاني اللي هتتقدم؟ يعني نقول أسامي من الأغاني ولا هنبقى طماعين؟ أول حاجة أنا هبتدي بيها أغنية بتقول العالم كله مدين بحضارة المصريين، والعالم أصبح عالم بين إحنا يا مصريين. يا سلام. تحيا مصر. جميل. دايما تحيا مصر. وهنغني مثلا هزني وابدا من جديد، ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راحه. طبعا باشا سنيوره. كل الحاجات اللي الناس عايزه تسمعها هتسمعها ان شاء الله. وبعدين كانت كلمات ايه صلاح جاهين واسامي كبيره جدا، طبعا محتاجين نسمعها تاني ونحسها ونعيشها كمان. الحمد لله. عايز اسال حضرتك وانت متابع كده مهرجان العالمين والحفلات اللي احنا شفناها الايام اللي فاتت، سواء الفنانه ماجده الرومي والفنان كاظم الساهر، اهميه المهرجان ده لمصر ايه؟ يعني الموسيقار هاني شنوده بعيونه كده شايف المهرجان ده اهميته لمصر ازاي ثقافيا وفنيا؟ مهرجان العالمين ده نطه للمستقبل، لان السنه الجايه انا ولو ان انا ماليش في اي حاجه، لكن انا شايف ان السنه الجايه ده هيجيب سياحه لمصر فوق ما تتصور، لانها نطه وقفزه كبيره جدا جدا جدا. اكيد.
الموسيقار هاني شنودة. احنا مستنيين الحفلة، اللي موجودين في العالمين مستنيين الحفلة، اللي موجودين في مختلف أنحاء مصر مستنيين الحفلة، وهتتنقل طبعا على القنوات المختلفة من قنوات الشركة المتحدة. كل الشكر ليك الموسيقار هاني شنودة مؤسس فرقة المصريين اللي هيكون موجود في حفلة خاصة جدا في مهرجان العالم عالمين. نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية وفقرة أخيرة في صباح الخير يا مصر. أعزائي المشاهدين، أهلاً ومرحباً بكم في قصة التلفزيون المصري من القاهرة، قصة الجهاز العجيب الذي ينقل لكم العالم وأنتم جالسون في منازلكم، الجهاز الذي عرفته البشرية في بداية القرن العشرين ودخل مصر في يوليو 1960. بحلول منتصف عام 1959 كانت قد أنشئت محطتين للإرسال يمكن من خلالهما بث ثلاثة برامج منفصلة على قناتين في وقت واحد، وفي الوقت نفسه جرى إنشاء الاستوديوهات وتركيب الأجهزة وتدريب الفنيين على يد خبراء أجانب وإرسال آخرين للتدريب بالخارج، وتم تحديد العيد الثامن لثورة يوليو للافتتاح الرسمي، ثم بدأ العد التنازلي للبث. وفي تمام الساعة السابعة مساء 21 من يوليو 1960 تحقق الحلم، وشاهد المصريون وقائع حفل افتتاح مجلس الأمة، خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، نشيد وطن الأكبر، نشرة الأخبار، تلاوة آيات من القرآن الكريم، كل ذلك في قناة واحدة وزمن إرسال 5 ساعات. وشهر وراء شهر تعددت البرامج والمواد التلفزيونية، برامج للأطفال والكبار، سياسة واقتصاد، وفن واجتماع، تمثيليات وأفلام، وكتائب من المبدعين لا تكف عن العمل والتطوير. ثم جاءت القناة الثانية لتصل ساعات الإرسال إلى 13 ساعة يوميا في 21 من يوليو عام 1961. ومن يومها كان التلفزيون المصري يخطو خطوة جديدة كل يوم، عاش لسنوات في زمن الأبيض والأسود حتى جاء نصر أكتوبر عام 1973 ودخل زمن الألوان، بعد تحويل البث التلفزيوني وأجهزة الإرسال إلى نظام سيكام، وشاهدت الجماهير الناس بالألوان الطبيعية. وفي بداية مرحلة الثمانينات بدأ التفكير في التوسع الهندسي والجغرافي لمجال التغطية التلفزيونية ليصل إرسال التلفزيون المصري إلى كل محافظات الدولة، فبدأ إرسال القناة الثالثة في أكتوبر عام 1985 لتغطي محافظات القاهرة الكبرى، ووصل متوسط ساعات الإرسال على القنوات الثلاث ما بين 25 إلى 30 ساعة يومياً. وتأسس قطاع الإنتاج ليحدث طفرة في إنتاج الأعمال الدرامية، وتوالت أعماله عبر السنوات، ليالي الحلمية، ضمير أبل حكمة، ورأفة الهجان، وذئاب الجبل، وبوابة الحلوان، وأرابيسك، المال والبنون، وهوانم جاردن سيتي، وأبو العلا البشري، ألف ليلة وليلة، والسيرة الهلالية، وجحا المصري، مسلسلات وفوازير، وأفلام روائية وتسجيلية ورسوم متحركة. أنتج ما يقرب من 15,000 ساعة درامية و400 فيلم روائي و600 فيلم تسجيلي، كان ذلك من خلال بنية أساسية قوية من استوديوهات مجهزة في مسبيرو وأخرى في مدينة الإنتاج الإعلامي، وكفاءات بشرية من فنانين وفنيين ومذيعين ومخرجين ومعدين وكتائب عمل من مختلف المجالات الإعلامية. زي النهاردة يوم 21 يوليو 1960 تزامناً مع الذكرى الثامنة لثورة يوليو، تحديداً الساعة 7 مساءً انطلق الإرسال في التلفزيون المصري. البداية كانت مع شيخ المقرئين المصريين السيد محمد صديق المنشاوي، وبعد كده أطل علينا الإذاعي القدير صلاح زكي ليعلن مولد التلفزيون العربي. بعد كده شفنا نقل لخطاب الزعيم جمال عبد الناصر وجلسة مجلس الأمة، ثم نشيد وطني حبيبي الوطن الأكبر اللي كلنا حفظنا. 64 سنة من الفن والثقافة والتنوير والجمال
والإبداع. كل سنة وكل إعلامي مسبيرو وكل مذيع وكل من عمل داخل هذا المبنى بألف خير وسعادة وإبداع. كل سنة طيبة منه. كل سنة وانت طيبة. مرتين بقى عشان منه النهاردة عيد ميلادها كمان. كل سنة طيبة. كل سنة وانت طيبة يا محمد. يعني واحد ميلاد واحد من أهم التلفزيونات اللي موجودة في المنطقة والعالم كمان. طول 64 سنة كان التلفزيون المصري أو زي ما أطلق عليه في البداية التلفزيون العربي هو البوصلة والمدرسة اللي بينطلق منها الأساتذة والملهمين والأجيال اللي علمت ولسه بتعلم الأجيال الجديدة من الإعلاميين جوه مصر وبره مصر. احنا بنحتفل بذكرى البث الأول النهاردة ومعانا يعني ضيف إعلامي قدير من أبناء التلفزيون المصري اللي برامجه الثقافية والدينية والمنوعات شكلت علامة بارزة في تاريخ ماسبيرو كله خلال السنوات الأخيرة. منورنا النهاردة الإعلامي الأستاذ جمال الشاعر. احنا سعداء بشكل شخصي بحضرتك وسهلا النهارده. اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين. طيب كل سنه وحضرتك بالف صحه وخير. يعني انا مش هسال، انا هقول لحضرتك كل سنه وماسبيرو بخير، كل سنه وماسبيرو واقف وراسخ ولو حضرتك تقول لنا بقى ماسبيرو. ماسبيرو ده العشق. الحقيقه المصريين كلهم صوره ماسبيرو في الذاكره وفي القلب وفي العقل، وهو الذاكرة المرئية والسمعية لتاريخ الشعب المصري منذ أنشئ. يعني احنا عندنا مكتبة عبقرية ضاربة أحداث سياسية رياضية، مبدعين، موسيقيين، احتفالات، يعني الحقيقة زخم رائع 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 رائع. فأنا رأيي إن هو يعني زي ما تقول تاج القوى الناعمة المصرية. يعني القوى الناعمة المصرية فيها بقى موسيقيين، سينمائيين، كتاب، مفكرين، رسامين، علماء، مخترعين، مبتكرين، كل دول علشان يظهروا زي ما صلاح جاهين كان بيقول صورة صورة صورة، كلنا كده عاوزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة. طيب ماسبيرو عمل الصورة دي. هو يعني جمع العقل المصري والوجدان المصري عبر عقود. يعني احنا بنتكلم في ستة عقود يعني. صحيح 64 سنة. حاجة بديعة بديعة جدا يعني. أستاذ جمال الشاعر لما يذكر اسمه عند الناس، أستاذ جمال عرف يعمل الخلطة السحرية للإعلام إنه انحاز في البداية للناس. الإعلام من الناس وبين الناس وعنده هذا التوجه في البداية، إنه منذ عملك في صوت العرب وتنقلك على زي ما بيقولوا كده فكرة المذيع الشامل، اشتغلت ثقافة، فنون، إبداع، أوبرا، برامج شبابية، كان همك الناس، شايف إنه ماسبيرو هو الوظيفة الأولى والأهم ليه إنه يبقى صوت الناس؟ ده يعني ماسبيرو المراية، دي المراية الكبيرة يعني، إذا وقف الإنسان أمامها ورأى نفسه سوف يتابع ويجلس ويصفق كل شيء. إذا لم يرى نفسه سوف يتجه إلى مرآة أخرى يعني. فالمراية هو صوت الناس، أحلامهم، طموحاتهم. أنا هدهشك يا محمد الحقيقة من خلال بقى الخبرة دي، إن وصلت في النهاية إلى إن التلفزيون والشاشة مواطنة. مواطنة. هتقول لي إزاي؟ كان بيجي لنا في صباح خير يا مصر بعض الناس عندهم شكاوى، نقابلهم نتكلم معاهم، طب نحلها مثلا حاجه في التعليم، في الصحه، في كذا، فيقول لا 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 انا عايز اطلع على الشاشه اتكلم. وكأن ظهوره على الشاشه نوع من تأكيد المواطنه، تأكيد الهويه. انا ابن البلد دي، برلمان شعبي على الهواء. إذا كنا بنتكلم على الشرايين والأوردة اللي هتجمع بين الأفراد الشعب المصري، اللي بتتكلم في 110 مليون، فأنت محتاج أنه لا تعمل زي الكشاف زمان اللي كان بينزل يدور على اللعيبة في الحارات وفي القرى اللي بيلعبوا كرة وشراب وبتاع ويجيبهم ويخليهم بعد كده فراودة. فماسبيرو هو المكتشف الأعظم
لعبقريات الشعب المصري، وحتى ما نظن انه فهلوه. انا برضو كتبت مره في كتابي الاخير اسمه افرح، بقول ان الفهلوه المصريه هي فائض عبقريه لم تجد القنوات الشرعيه فانقلبت الى الاعيب في اللا شيء. يعني نوع من المفهوميه، ذكاء، ذكاء فطري بالظبط. ان دي طاقه فكريه ابداعيه، قدره على التصرف، لكن ما وجدتش القنوات الشرعيه. فكان رائع جدا في البرامج زي اماني واغاني انه تبقى منصه للشباب المصري طبعا يتكلموا عن احلامهم، الاماني، الاغاني. احنا عملنا انقلاب في الشاشه اياميها، كان البرايم تايم هو طبعا الساعه 10 بالليل، بقى 2 الظهر كان وقتها، برافو عليك، 2 الظهر الساعه تتر، 2 الظهر كان ايه، كله بيجري طالع بالجامعه ومروح. ايه ليه بقى؟ انا كان ليا شرف الطلعه الاولانيه بالحلقات دي، وسهرت مع المخرجه لغايه الصبح نعمل التتر اللي هو اغنيه بتسلم اغنيه بتسلم اغنيه، اللي هو الفوتو مونتاج. وبعدين عملنا عمله، انت عارف في مثل كده يقول لك غشيم ومتعافي. احنا كان ممنوع ان احنا نذيع الاغاني الجديده الا باجازه من لجنه الاغاني. لجنه الاغاني بتقيم، فكل الموجه الجديده كانوا منتشرين على الكاسيت. الحقيقه انا عملت ايه لما عملنا البرنامج؟ حرضت الزملاء ان احنا نجيب الاغاني دي، دورنا عليها في المكتبه، جبناها ايه. المهم فجاه الناس لقيوا ان كل الاغاني من عمرو دياب لمنير كان بين، انما الاسماء الثانيه ايهاب توفيق غيره غيره، كان محمد فؤاد كله طلع طبعا، مدحت صالح، فحسوا ايه البهجه دي. كان هي حاله من البهجه، فهو يظل منصه للشباب، للشعب. وانا بتمنى في العيد الستين ان احنا نتكلم شويه في او نهتم اعلاميا بالشباب، لان احنا محتاجين حاله من حالات المجايله. عندنا فجوه جيليه بين الكبار وبين الشباب. اكيد. طيب مش كتير من الناس كانت عارفة ان حضرتك عندك في البدايات كان راديو قبل التلفزيون وقبل البرامج الثقافية والبرامج الدينية اللي الناس بتستنى كانت تشوفها جدا في رمضان، كان عند حضرتك برامج كتير جدا. لما نيجي نتكلم عن الأساتذة الكبار اللي كانوا بيعلموا شباب الإعلاميين في الوقت ده وشباب المذيعين انهم يبقى عندهم القدرة على التنوع والتلون بما يتناسب مع اللون البرامجي اللي بيقدمه، ازاي ده حضرتك استقبلته من اللي قبلك وحضرتك علمته لنا بعدها؟ اشكرك. طبعا كان عندي يعني فرصه ان اشتغل مع محمد عبده ومع منى الشرقاوي في زينة الثقافيه والفضائيه، اتعلمنا اتعلمنا. الحقيقه الخبرات متراكمه يعني. والنهارده الناس بتستخدم كلمه وان مان شو، اللي هو بيقدر يعمل محتوى إعلامي متكامل بين التحرير والتعليق الصوتي والمونتاج والمزيكا إحنا زمان الحقيقة كانوا بيعلمونا الفكرة دي. صوت العرب صوت العرب بيعلمونا أن أنا أبقى محرر، مترجم أحيانا، مش محترف يعني، أحيانا أن أنا أتصرف، مقدم برامج، قارئ نشرة، إذاعات خارجية، حفلات، يعني كان في زخم رائع. فالتنوع ده مهم قوي. ليه؟ لان هو الاعلامي ده ايه؟ الاعلامي احنا دايما فاكرين بيت الشعر الشهير بتاع احمد شوقي، قم للمعلم وفيه التبجيله، كذا المعلم ان يكون رسول. هو لا يقصد المدرس، يعني احمد شوقي يقصد من يعلم الناس شيئا، أو من يعلم الناس شيئا، أو من يؤثر في الناس، الرأي العام، أو من يبلغ الناس معلومة مهمة، يعلمهم شيء أو يعلمهم بشيء. فالإعلامي هو أحق الناس بهذا البيت من الشعر إذا صالح، يعني إذا كان إعلاميا صالحا صالحا. انتقال من صوت العرب إلى التلفزيون، كان الرحلة الكبيرة سامية صادق يعني كانت سببا في هذا الانتقال وبداية الرحلة مع الشاشة والتلفزيون. البرامج الشهيرة الأستاذ جمال الشاعر، احنا عارفين طبعا الجائزة الكبرى، بين الناس، أماني وأغاني، لكن قبلها كان في تجربة مهمة جدا عن الأوبرا
وبرنامج في الشعر والشعراء، وكان لأول مرة في التلفزيون المصري نستضيف شعراء مصريين وعرب، وأول برنامج كان تحقيق تلفزيوني اسمه نقط فوق الحروف. صح، دي البداية مع شاشة التلفزيون. شفتي بقى يعني عامل مذاكرة هو بحاسة طبعا نقط على الحروف كان برنامج تحقيق تلفزيوني، برنامج استقصائي، فكان بيجيب المشاكل ويتكلم عنها. مهم زينا حلقتين، فجأة الوزير نادانا مجلس الوزراء كل شوية يقول لي ايه اللي حصل، ايه اللي كنا بنتكلم على ازمه الاطارات السيارات ومره عن ازمه رغيف العيش او حاجات زي كده. فالمهم تم ايقاف البرنامج يعني بعد حلقتين بس، دوره برمجيه حلقتين بس. بعد كده عملت شعر وشعراء، ده كان الروعه فيه انه كان بيحتفل بالشعراء العرب والمصريين، فعملنا فيه نفس الفكره في التترات، كل شاعر عنده بيت شعر يقول لك زعموا أن العزية ما كانت قرية، شوقي بزيع، مش عارف عبد الرزاق عبد الواحد من العراق، بولند الحيدري، نزار قبالي، فيردوا على بعض. حصل في الشارع حالة واستعيدت نجومية الشعراء. جميل. فكانوا سعداء قوي يعني. فالبرنامج ده حقق نجاح الحقيقة رائع وقربني من الشعراء كويس جداً، وطبعا معرض الكتاب بعد كده لما كنت بقابلهم. فأول تعرف بقى من المفارقات اللطيفة مع نزار قباني، رحت سلم عليه بقى، أستاذ نزار أنا جمال الشاعر مذيع في التلفزيون وشاعر. قال لي أهلا 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 يا جمال. قلت له أهلا وسهلا. استغربت إيه أنت حضرتك عارفني؟ قال لي آه. قلت له مستغرب، كنت لسه عندي مجموعة يعني قصايد، ما فيش 10 قصايد او يعني مش فقلت له حضرتك عرفتني ازاي او كده. قال لي ضحك كده وقال لي معجباتك يا سيدي. كنا في معرض كتاب بشارك في الامسيات الشعريه. فكان الحقيقه الاجواء كلها دافعه الى محرضه على الابداع، انك تشوفي مبدعين فلازم تبقى مبدعه، بتشوفي مخترعين، اطباء، علماء، يعني زخم رائع جدا يعني. فالتراكم ده الاساتذه علمونا حاجات كتير جدا. يعني هي ساميه صادق الله يرحمها رحمه واسعه شافتني في احتفاليه كنا دفعه متخرجه في معهد الاذاعه والتلفزيون اللي انا بقيت رئيسه بعد كده، وبعدين قالوا كلمه الدفعه فلان، فطلعت قلت، فقالت لا تعالى تعالى انا عايزاك، مش عارف ايه انت ايه فين، كلمنا شويه قابلني الاستاذ ممدوح الليسي، قال له روح لساميه عايزاك. قلت له ساميه مين؟ قال لي ما دام ساميه صادق. رحت لها قالت لي انا عاوزاك في التلفزيون، بس ايه هيسيبك فهم عمر الاذاعه الكبير طبعا. ففي الاذاعه كانوا مهتمين جدا انه اولادهم حاسين ان مذيع الاذاعه ده لا 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 ده نمبر 1 يعني حدش يقرب. فالمهم بعد كده أنا دخلت امتحان والحمد لله كنت الأول على دفعتي فيه واشتغلت في التلفزيون. يبقى الأوبرا بقى كانت يعني نقلة. دكتور محمد عناني الله يرحمه رحمه واسعة، المترجم الكبير، المترجم العظيم، كان يقول لي يا جمال أنت تاريخ ميلادك 8/8/88 8/10/88 افتتاح الأوبرا. اقول له لا، فنقعد نضحك يعني. فيقول لي لا، يوم افتتاح الاوبرا، لانه برضو عشان تعرف الاسماء العظيمه لازم اذكر مديحه كمال الاستاذه العظيمه، كانت رئيسه القناه الاولى. هي كنت راجع من باريس، قعدت سنه في باريس، فقلت لها الاوبرا والافتتاح، قالت نعمل برنامج مش عارف ايه، عملت البرنامج دعمته جدا. جه الافتتاح، دايما في الافتتاح الرئاسه مذيع الرئاسه دايما هم كان محمود سلطان واحمد سمير، الاسماء الكبيره. فهي قالت لا، ده دي حاجه ثقافيه متخصصه موسيقيه، انت المفروض تبقى مذيع الحفله. قلت لها خلاص يا فندم دي حاجه رئاسيه يعني. لا لا، عملت اتصالات وصممت ونجحت في اقناعهم. وبعدين رحت اذيع الاحتفال، فوجئت بان انا مذيع المسرح مش مذيع البنوار قاعد اتكلم. كان في رؤساء دول والرئيس وكان مطلوب مني ان انا اشرح يعني ايه كابوكي،
والاسطوره دي بتقول ايه اللي هو الفن الياباني الشهير، واتكلم عن الاوبرات والسيمفونيه. بس كان رائع لما نزلت من المسرح قابلني الدكتور يوسف ادريس، شوف يعمل ايه بقى الاساتذه زي ما انتم بتقولوا علمونا ايه. فيجي في اللوبي كده مثلا، مش يجي جنبي يقول لي يا جماعه انت كنت هايل، لا يقف في اللوبي يا فلان انا كنت عارف انك مذيع رائع كده، انت بقى فتكرك شاعر اديب إيه؟ وبعدين بص ليوسف يوسف شاهين وفاتن حمامه وفريد شوقي كانوا موجودين، فقال لهم ده نجم سينما ده الحقيقه هذا الدعم انا لا انساه. يعني منهم طبعا انيس منصور كان دايما لما عملت برنامج الاوبرا هو وعادل الامام الاسماء دي كانوا يقولوا لي لا لا احنا بنقعد لك انت بقى ايه بتقعد تسال اسئله جميله حببتنا في الاوبرا. يعني ايه المايسترو ماسك العصايه الكبيره دي؟ طب ماسك عصايه صغيره؟ طب مش ماسك عصايه خالص؟ طيب يعني ايه تينور؟ يعني ايه سوبرانو؟ يعني ايه كان الحقيقه رائع. بسطتها وقربتها بالظبط بالظبط. فهي نقلات تبدو عجيبه يعني من الاستقصاء التلفزيوني للشعر للاوبرا لاماني واغاني. طبعا مراحل طبعا كثيره جدا، وما ننساش ابدا مرحله رئاستك لقناه النيل الثقافيه، مرحله مهمه وقناه مهمه وخرجت اجيال من المبدعين والاعلاميين، وكانت محطه مهمه اول مره نشوف وجوه ثقافيه عربيه حاضره ويبقى في حاله تفاعل مع الوسط الثقافي المصري. سيره حافله، ربنا يديك الصحه. شكرا. ومزيد من الابداع والتالق زي ما حضرتك اتكلمت على اساتذه اتعلمت على ايديهم، احنا اتعلمنا على ايد استاذ جمال الشاعر محمد عبد واحد مدرسه من اللي انشاوا قناه النيل الثقافيه. لا مدرسه تعلمناها سواء في الفضائيه او في قناه النيل الثقافيه، فربنا يزيدك ابداع وتالق يا رب. انا عاوز بس اقول في النهايه بيتين من الشعر. ان ربنا سبحانه وتعالى حافظ مصر بالتاريخ وبالجغرافيا، ومصر محميه الهيه. ازاي؟ بص على الخريطه، مصر الجميله وجهها قمر الزمان، وفرعها في الحسن آية، النيل يرفع إصبعيه علامة للنصر، والدلتا رواية، والبحر أحمر ماؤه رفع العلامة ذاتها فخرا وراية، إن الذي وهب الكنانة عزها أوصى بها الأرضين فارتسمت خرائطها حماية. الله أكبر كبروا، عاشت بلادي حرة، عاشت بلادي في العلا من بدئها حتى النهاية. لا ختام بعد ختام الإعلامي أستاذنا الأستاذ جمال الشاعر، شكرا لوجود حضرتك معانا. شكرا يا سلام، نورتنا وشرفتنا. شكرا. خلصت حلقتنا النهاردة من صباح الخير يا مصر، كل سنة وكل إعلامي مصر بخير وأبناء مسبيرو في أفضل حال وفي إبداع وتألق مستمر. بنصبح على حضراتكم بكرة إن شاء الله بيتجدد الموعد، نشوفكم على خير وصباح الخير يا مصر.